مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي وملعب الاهلي. عارفين طبعا يعني الاول اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف ان شاء الله، يعني كل سنه في خير عن اللي قبلها باذن الله. عارفين طبعا ان كابتن سيد عبد الحفيظ كلف بمهمه رسميه من كابتن محمود الخطيب، ان شاء الله ربنا معاه. واحنا هنا دايما في الاهلي في قناه او في النادي ما بنمضيش عقود شغل يا جماعه، احنا بنيجي القناه او النادي مكلفين ان احنا نرفع اسم النادي الاهلي فوق في اي مكان بنكلف بيه، في ملعب الاهلي، في الاهلي الليله، في النادي، في اي مركز بنكون فيه احنا مكلفين ان احنا نحافظ على اسم النادي الاهلي ونعلم النادي الاهلي واسمه دايما فوق في اي مكان احنا فيه. ما بنكونش ماضيين عقود ان احنا نشتغل شغل معين، وكل واحد اكيد بيبقى ليه طبعه الخاص. ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ يكون على قدر هذه المهمه الصعبه جدا جدا، ان شاء الله يكون قدها وقدود باذن الله. والكابتن سيد عبد الحفيظ ينور القناه في اي وقت، واكيد بيته طبعا، وينور نادي الاهلي في اي وقت. مهمه ومهمه كبيره كمان، ان شاء الله يكون قدها كمان. كان في للكابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجيه، ان شاء الله يرجع معافى ان شاء الله باذن الله لبيته النادي الاهلي. كل الناس بصراحه يعني كل الجماهير اهلاويه زملكاويه ايا كانت انتماءاتها ايه بيقولوا يعني ان شاء الله الكابتن محمود الخطيب يرجع بالسلامه، وكله طبعا عارف قيمه وقدر الكابتن محمود الخطيب الكبيره جدا في قلوب الجماهير المصريه والعربيه بصفه عامه والقلوب الاهلاويه بصفه خاصه. عايز اقول لكم اخبار اطمنكم على الفريق في معسكره في الامارات. ابداها طبعا الكابتن او الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق بيطمئن على ترتيبات الفريق اول باول. استاذ خالد الدرندلي كان متابع كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق بالامارات، عارفين مباراه مهمه جدا بعد الخساره الكبيره، خساره افريقيا. لكن يا جماعه عايز اقول لكم ان دايما الاهلي كبير، ودايما الاهلي ما بيقفش قدام حاجه معينه، وياما حصل ظروف زي كده كتير جدا، وياما الاهلي خسر بطولات، لكن الاهلي بيقف بسرعه جدا. ودايما بفكركم بكلام عم حارس اللي انا بحبه جدا وكل جماهير الاهلاويه بتحبه جدا، لما بيقول الاهلي لما بيقع ليه 1000 قومه. خليكم فاكرين الكلمه دي كويس قوي قوي قوي، وقعت الاهلي ليها 1000 قومه، فما تقلقوش الموضوع مش نهايه الدنيا. عايزين دايما نكون نقدنا ايجابي وبناء، مش عايزين نقول ان احنا يعني زي المثل اللي بيقولوا من الحب ما قتل. عارفين ومقدرين قد ايه الجماهير الاهلاويه دايما بتخاف على النادي الاهلي، الجماهير الاهلاويه دايما بتطمع في اي لقب وفي اي بطوله بتدخلها النادي الاهلي، وده حق مشروع، والاهلي عودكم على كده بصراحه وعودنا كلنا على كده. لكن الاهلي لما يحصل اي حاجه، مش عايز اقول وقع، الاهلي عمره ما هيقع ان شاء الله، تحصل اي ظروف كل الجماهير بتزعل ودي حقها، لكن عايزين نكون نقدنا بناء وليس هدام. كلنا بنتاثر بالجماهير الاهلاويه، سواء الجماهير الاهلاويه الفعليه كانت اعضاء جمعيه عموميه او اللي بيجوا يحضروا الماتشات او حتى جمهور السوشيال ميديا. لكن السوشيال ميديا مؤثره لكن مش عايزين تاثير سلبي على اي حاجه في النادي الاهلي، زي ما احنا متعودين لحضراتكم دايما بنساند الاهلي في المره قبل الحلوه. ان شاء الله النادي الاهلي يرجع ويرجع بسرعه كبيره جدا، ان شاء الله يبداها مباراه الوصل الاماراتي القادمه، واللي احنا اتعادلنا فيها تعادل ايجابي كان 2-2 بهدفي اعتقد احمد فتحي ومروان محسن. ان شاء الله الفريق يرجع بانتصار كبير من الوصل الاماراتي، وان شاء الله كمان تطمنوا على الفريق. كل حاجه في مكانها الطبيعي، كل حاجه في مكانها الصحيح، كل حاجه كانت هتحصل بالتدريج، صفقات وتغييرات. دايما اللي بيأثر مبقاش ليه مكان، المقصر ليس له مكان داخل جدران القلعه الحمراء، وانتوا عارفين الكلام ده من زمان ايا كان هو مين. لكن كل حاجه بقى ليها وقتها، وكل حاجه بتدار ومش هتدار على العلن، بتدار طبعا في الحجر المغلقه. فعايزين او الحجرات المغلقه، عايزين نصبر وعايزين نتاكد، وانتوا متاكدين النادي الاهلي عمره ما بيهتز حتى، بفضل ربنا وبفضل القائمين عليه وبفضل جمهوره اللي دايما مسنده. فنهدى وكل حاجه ان شاء الله ترجع، وترجع بسرعه جدا جدا ان شاء الله. هتلاقوا صفقات باذن الله تكون صفقات كويسه جدا جدا، لان في صفقات تمت بالفعل وليس كلام، لكن الاعلان عنها ان شاء الله هيبقى في وقته. ما فيش حاجه يا جماعه ولا متعودين النادي الاهلي ان هو بيقول صفقه او بيعمل صفقه وبيطلع يقولها على طول، وده طبيعي جدا، لكن مش عايزين الاستعجال وبسرعه والفريق وحصل هزه وحصل مش عارف ايه.
احنا كنا بعيد جدا عن افريقيا وبقينا في المباراه النهائيه خسرنا خسرنا بشكل كمان مش شكل النادي الاهلي، خسرنا بنتيجه كبيره. اللي زعلنا اكتر كمان الاداء، كان الاداء مش هو الاداء اللي النادي الاهلي معودنا عليه، فعشان كده احنا زعلنا قوي، لكن ان شاء الله كل الامور ترجع لمسارها الصحيح. كمان في وفد من الوصل الاماراتي الاهلي بالامارات، وفد من نادي الوصل الاماراتي حرص على استقبال بعثه النادي الاهلي فور وصولها الامارات عصر اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراه الفريق ان شاء الله في كاس زايد للانديه الابطال. بعثه الاهلي وصلت ظهر اليوم لمواجهه فريق الوصل بعد غد الخميس في اياب دور ال 16 لكاس زايد. كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بقول لكم الاخبار بسرعه عشان احنا معانا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها. كالتيرون بيدرس فريق الوصل عن طريق 10 مباريات مسجله لبطل الامارات. اعتقد ان باتس كالتيرون هيبدا يشوف اكتر كمان الفرق اللي هيقابلها. يعني مش عايزين نتكلم عن اللي فات، لكن فريق الترجي كان ليه نقاط قوه كبيره جدا. مش عايز اقول ان احنا تهاوننا شويه او المكسب كان يعني في قلبنا قوي والثقه كانت عندنا زياده قوي، لكن خلاص اعتقد ان باتس كالتيرون هيبدا يهتم بكل كبيره وصغيره في المباريات المقبله، خصوصا ان احنا هنقابل ضغط مباريات كبير جدا الفتره اللي جايه. باتريس كالتيرون شاهد 10 مباريات لفريق الوصل الاماراتي الى جانب مشاهده مباراه الفريقين والتي اقيمت على برج العرب بالاسكندريه وانتهت بتعادل ايجابي 2-2. اكد المدير الفني انه يبحث عن الفوز والفوز لا غير وتخطي دور ال 16 بكاس زايد ابطال العرب لاستكمال الفريق مشواره في البطوله. كالتيرون شدد على احترامه لفريق الوصل الاماراتي ورغبته وطموحه المشروع في البطوله، قائلا ان الاهلي امامه اهداف يسعى الى تحقيقها في الفتره المقبله من بينها بطوله كاس زايد. ده اللي قدامكم استقبال الوفد الاماراتي للبعثه المصريه الكبيره. اكيد بعثه النادي الاهلي لما تنزل اي مكان اكيد هيستقبلوها احسن استقبال، خصوصا كمان ان احنا والامارات بلد واحده، وده مش كلام ده فعل في بيتنا. يعني كالتيرون بيقول كمان الفتره اللي جايه محتاجه لتركيز كبير جدا. باتريس كالتيرون قال ان الفريق سيخوض عددا كبيرا من المباريات خلال فتره قصيره، بدايه من مباراه الوصل التي ستقام في الامارات يوم الخميس المقبل ان شاء الله. قال كمان انه بدا منذ عودة الفريق من تونس في تجهيز جميع اللاعبين لهذه المواجهة والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام الوصل والتي تستحوذ على تفكير الجهاز الفني واللاعبين. كالتيرون قال سنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. المدرب الفرنسي شدد على أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز فيما هو قادم، كلام مهم جدا بصراحة، وأنه يدرك تماما أن جماهير النادي الأهلي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، والذي سيبذل قصارى جهده من أجل إرضاء هذه الجماهير. ده كلام باتريس كالتيرون. كمان مدير الكرة أو القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، دي مشاهد من تدريبات النادي الأهلي بنعرضها على حضراتكم. محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام بيقول لا بديل عن الفوز أمام الوصل الإماراتي. أكيد يا يوسف، يعني مفيش، الجماهير كلها مستنية فوز، وفوز مقنع كمان إن شاء الله بأداء مطمئن للجماهير الأهلوية اللي يعني دخل القلق في قلوبها شوية. محمد يوسف أكد أن مواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل في إياب دور ال 16 للأندية أبطال العرب مهمة جدا نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها النادي الأهلي. مش عايز أقول ظروف صعبة يا يوسف، يعني إن شاء الله الأهلي مفيش حاجة قدامه صعبة، مفيش حاجة قدامه مستحيلة بإذن الله بعد خسارة اللقب الإفريقي، لذلك لابد من الفوز على الوصل الإماراتي والتأهل للدور التالي. وأوضح يوسف أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية. يوسف كمان شدد على احترام فريق الوصل باعتباره من الفرق القوية والتي تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن في نفس الوقت الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما بلغت قوة الخصم. كلام محترم جدا. 21 لاعب ضمهم الجهاز الفني في هذه المباراة. محمد الشناوي، شريف
إكرامي، علي لطفي، وسعد سمير، وسليف كلوبالي، وأيمن أشرف، صبر رحيل، أحمد علاء، أكرم توفيق، كريم ندفد، وحسام عاشور، وهشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، سلام محارب، محمد شريف، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، مروان محسن، وصلاح محسن، بالإضافة للنجم وليد أزارو نجم المغربي اللي كان مع منتخب المغرب. ده خبر تاني، كسبوا طبعا المنتخب المغربي، كسب 1-0 المنتخب التونسي. وليد أزارو بيلحق ببعثة الأهلي زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي في الإمارات غدا إن شاء الله. وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات غدا الأربعاء لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الخميس إن شاء الله في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد. أزارو كان تغيب عن تدريبات النادي الأهلي لوجوده في المنتخب المغربي. سمعنا برضو إشاعات عن وليد أزارو مش عارف إيه، وليد عايز إيه، وليد بيقول إيه، كل ده يا جماعة كلام لا أساس له من الصحة، كلام فاضي، كلام يعني انتوا عارفين لما في خبر كده بيطلع النادي الاهلي تلاقوا ناس بتنفخ فيه قوي وتكبروا قوي، وده المطلوب منهم ان هم يعملوا كده عشان يعملوا فتنه. ودايما النادي الاهلي دايما مطلوب من مش عايز اقول مغرضين، يعني مش عايز اقول مغرض، سموهم زي ما تسموهم، اللي دايما عايزين اي بلبله جوه النادي الاهلي، عايزين اي زعزعه جوه النادي الاهلي، لكن طبعا النادي الاهلي عمره ما يتطرق لمثل هذه التفاهات. لسه معاكم في اخبار النادي الاهلي، في كان تقسيمة قوية النهاردة في مران من هذا التمرين قدام حضراتكم دلوقتي. دي كان طبعا الإحماء بتاع الفريق، كان بدأوا بفقرة بدنية لمدة ربع ساعة، بعد كده الجهاز الفني بقيادة باتريس كالتيرون نزل التمرين، وكان في تمرير بين اللاعبين من لمسة واحدة بالكرة، وبعد كده تقسيمة شهدها المران. وكالتيرون برضه لسه في الأخبار بيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين في الإمارات، لسه ده قدام حضراتكم. طبعا ده كان التمرين النهاردة، بعد التمرين باتريس كالتيرون كان مع اللعيبة وكان في محاضرة فنية بيشرح فيها نقاط القوة ونقاط الضعف لفريق الوصل الإماراتي، وطبعا فكرهم بمباراة الذهاب والنتيجة اللي حصل فيها والأهداف اللي دخلت في النادي الأهلي، وأكيد طبعا باتريس كالتيرون ومحمد يوسف وجهازهم الفني والجهاز المعاون أكيد هيتلاشوا مثل هذه الأخطاء. مفيش خلاص، مفيش في وقت إحنا فيه المفروض يبقى فيه نسبة تركيز عالية جدا جدا، لا مجال للأخطاء بصفة عامة في أي مباراة. إن شاء الله يعني يكون التوفيق مع النادي الأهلي. باتريس كالتيرون خلاص قلنا بيعمل محاضرة إن شاء الله تكون محاضرة ليها أهداف إيجابية. النهاردة اللعيبة اللي كانوا برا المباراة كان في مران قوي شاهدوا ملعب التتش مع طارق عبد العزيز وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال. 90 دقيقة النهاردة كانت أشغال شقة للعيبة البعيدة عن هذه المباراة. محمد نجيب بيخوض تدريبات مكثفة للعودة للفريق مرة أخرى. أيضا محمد هاني بيجري تدريبات حول الملعب أيضا للعودة مرة أخرى. عارفين محمد كان أصيب بالتواء في الكاحل أو أنكر رجليه في مباراة النهائي الأفريقي. وجلسات استشفائية للنجم أحمد فتحي وعلي معلول اللي بيحاولوا يرجعوا من الإصابة تاني. يعني دايما الجمهور الأهلاوي لما بيشوف كمية الإصابات اللي بتحصل في النادي الأهلي، إصابات كتيرة جدا، يعني إصابات كتيرة جدا ما تفهموش في إيه. يعني لما تلعب نهائي أفريقي من غير جونيور أجاييه ومن غير أحمد فتحي ومن غير علي معلول ومن غير وليد أزار، أربع لعيبة تقال جدا، خلي بالكوا يعني أربع لعيبة تقال جدا جدا جدا، ومع ذلك يعني خلاص اللي حصل حصل. إصابات بالجملة دايما كده تدخل على السوشيال ميديا تلاقي مستشفى الأهلي، فعلا حاجة غريبة جدا السنة دي على لعيبة الأهلي، إصابات كتير جدا وإصابات بتطول قوي. لكن أنا دايما بقول إن الدكتور مش ساحر، مش بدافع عن حد ومش صاحبي ولا حاجة، لكن دايما بقول الدكتور مش ساحر، دايما بندور على الإصابات بتيجي إزاي، وبعد كده بنشوف الإصابات بيبقى ليها وقت معين، الشد بيبقى ليه وقت، المزق بيبقى ليه او التمزق بيبقى ليه وقت، طبعا القصور لا قدر الله بيبقى ليها وقت، الاربطه بيبقى ليها وقت، كل حاجه ليها وقت، مفيش سحر في المعالجه. لكن في وسائل جديده في العلاج، اكيد النادي الاهلي بيتبع هذه الوسائل، لكن بصراحه اصابات كتير جدا
مش عايز برضو اقول ان باتريس كالترون يعني ممكن ان احنا نديله العذر في الاصابات دي، يعني كان ممكن يكون في الامكان احسن من مكان، لكن اصابات لا، يقول انا عندي اصابات، عندي غيابات، انا عندي اعمده رئيسيه، احمد فتحي، علي معلول، جونيور اجاهي، وليد ازارو اللي استبعد في ثانيه، في ثانيه. طالما اتكلمنا بقى عن الاستبعاد، يعني النهارده طلع الاتحاد الافريقي واعلن وقف سيكازوي الحكم الزامبي اللي تفتكروا حضراتكم اللي حكم مباراه قبل النهائي واللي على اثارها صعد الترجي للمباراه النهائيه. حكم الزامبي اوقف من خلال الاتحاد الافريقي النهارده من لجنه اللي كانوا يعني لسه اعتقد ان هم حققوا معاه ولا لسه حققوا معاه، واوقفوه بناء على التحقيق، اتوقف الحكم الزامبي قدام حضراتكم. اتوقف ليه؟ اتوقف ازاي؟ يعني في بقى بعض الاقاويل، لكن يعني حطينا ايدينا على ادله لسه. طلع كلام رسمي من الاتحاد الافريقي لسه. لكن توقف، الحكم اتوقف. طيب، الحكم اتوقف. لما طبعا انتوا عارفين بقى يعني السوشيال ميديا ما بتستناش، اول ما بيطلع ايقاف لازم ولازم ولازم ولازم، فالاتحاد الافريقي افتكر بعد 9 ساعات ان هو يطلع قرار تاني بايقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، الحكم اللي أدار مباراة الأهلي والترجي مباراة الذهاب. لا تعليق، يعني بعد 9 ساعات، بعد 9 ساعات. طبيعي جدا ان انا بتكلم كاتحاد افريقي، ان انا بقعد كلجنة بدي جزاءات، بعمل اي حاجة، ان انا بطلع الجزاءات في نفس القعدة في نفس الجلسة، ما بطلعش دلوقتي قرار ولما الاقي الدنيا بدات تتكلم والناس بدات تطالب بحقوق وحاجات، ان انا اروح بقى 9 ساعات افتكر ان انا اوقف حكم عشان يعني تسكتوا. ماشي. الكلام ده بيبين لكم حاجه كبيره جدا جدا. خلاص الاتحاد الافريقي، خلاص يعني مش هنتكلم بقى على الاتحاد الافريقي، بتكلم بصفه عامه. ولما نقول الاهلي بيتعرض لكميه ضغوط مش طبيعيه من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ومش بدافع عن حد عشان بس ما حدش يطلع يقول اصل بيدافع عن مجلس، انا ماليش في الكلام ده خالص، بس انا بقول لكم حقائق، حقائق كبيره جدا كمان، حقائق ليها كواليس ما ينفعش تتقال على الهواء، ولا ينفع تتقال على الملأ، ولا ينفع تتكتب، لكن حقائق. لكن الجمهور الاهلاوي معذور طبعا، لانه دايما بيشوف الحاجات اللي ظاهره، لكن تطلع تتكلم في الكواليس طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب جدا جدا يعني. لكن ضغوط كبيره جدا جدا، ضغوط كبيرة جدا من أول ما بدأنا نقول لعيبة ولعيبة تمشي ولعيبة تيجي، وفلوس كبيرة قوي مبالغ فيها جدا، طلعت مبالغ مش طبيعية، وانتقادات ومش عارف مين راح ومين جه، وضغط، وضغط حكام، وضغط من بره، ويقف وليد أزارو في ثانية، وحكم في ثانية توقف علشان ما تتكلمش، يعني كمية ضغوطات من جميع النواحي. وفي الآخر الأهلي وصل لمباراة أفريقية أو نهائي أو التتويج الأفريقي، لكن ما حصلش نصيب. فيعني أنا عارف إن أنتوا فاهمين، وعارف إن أنتوا مستوعبين الكلام كويس قوي. اللي أنا عايز أوصله، النادي الأهلي كبير جدا ومش كلام، النادي الأهلي فيه ناس بتخاف عليه جدا ومش كلام، الناس اللي في النادي الأهلي بتعرف تدير كويس قوي ومش كلام، لكن كل حاجة ليها وقتها. النادي الأهلي عنده صفقات ومش كلام هتشوفه، لكن ما ينفعش نطلع نقول. فنقف دار بعض الجمهور بكل اشكاله، خصوصا جمهور السوشيال ميديا. لازم نرجع لشكل الاهلي، لازم نرجع في ظهر الاهلي زي ما كنا، زي ما كنا، مش عايزين حد يدخل يسخننا نروح احنا سخنانين، ما كناش كده خالص. ان شاء الله الاهلي يرجع، وان شاء الله الاهلي يرجع لبطولاته زي ما انتم متعودين. النادي الاهلي في عز ما هو، يعني احنا كمنتمين نادي الاهلي ودخلنا جوه جدرانه وعرفنا كل كواليسه وعارفين نادي الاهلي عمره ما بيتهز، لكن انتوا شايفينه اتهز شويه، لكن حتى هو مهزوز من وجهه نظركم. نادي الاهلي واخد بطولات كتير جدا، في انديه كبيره جدا بقى لها 10 سنين ما خدتش مثلا 1% نادي الاهلي بياخده، وانتوا خايفين على نادي الاهلي، وده حاجه جميله جدا وحاجه ظاهره صحيه، لكن ما تخافوش وما تقلقوش، يعني دايما النادي الاهلي دايما وقعته بألف قومه. دي كانت يعني المستشفى الاهلي اللي فيها فتحي وعلي معلول، ان شاء الله بيتمثلوا للشفاء، وان شاء الله يرجعوا بسرعه جدا، محتاجين كل اللعيبه.
اروح للانديه الاخرى بسرعه. اختبار طبي لباهر المحمدي نجم الاسماعيلي ونجم منتخب مصر اللي بيفكرنا كده بشكل وائل جمعه في بداياته. باهر المحمدي بيخضع لاختبار طبي اليوم الثلاثاء على هامش تدريبات الدراويش استعدادا لملاقات الانتاج الحربي غدا باذن الله. ومحمد عبد المنصف نجم دجله بيقترب من تجديد عقده مع وادي دجله. انتوا عارفين ان وادي دجله بيلعب بشكل جديد، بيلعب باسلوب جديد مع تكيس المدرب بتاعه. المدرب اليوناني كان كل الناس طلعت انتقدته بما فيهم انا. انتقدناه في الاول جد، يعني طريقه اللعب كانت غريبه، مش غريبه، طريقه اللعب حلوه قوي لكن كان بيخسر بيها وكان مصمم عليها. لكن طبعا كله في الاخر يعني قال لا، احنا بنعتذر للمدرب اليوناني على طريقه اللعب بتاعته اللي شكلها حلو قوي في الاخر بدات تجني ثمارها. مدرب عارف هو بيعمل ايه، بدا يبقى مطلب لعديد من الانديه، لكن اعتقد ان وادي دجله هيحافظ عليه للاخر. محمد عبد المنصف لعيب مهم جدا عنده، لان طريقته زي اللعب الاسباني كده وزي المدربين الكبار، لازم يبني الكوره بتاعته من تحت اللي هي من اول عبد المنصف. عبد المنصف بيعرف يشغل لعيبه دلوقتي، عبد المنصف اجاد في هذه الطريقه، عشان كده المدرب اليوناني تكيس متمسك بيه جدا وفي طريقه لتجديد عقد محمد عبد المنصف. ايضا المقصه بيفتقد وحيد ومودي امام النجوم. بكره في ماتشات كتير جدا ان شاء الله تكون يعني ماتشات فيها كوره. النهارده كان في برضه مبارتين نتكلم عليهم بعد ما اقول لكم ال 20 لاعب في قائمه بتروجيت لمواجهه طلائع الجيش. علي فرج ومحمد ابو المجد ومحمد صبحي وحسام حسن وابراهيم القاضي واحمد عبد العال واحمد عبد الرسول، احمد السباعي، محمد رضا، احمد صبحي، احمد جمال وفييرا وشميل سبيكلي واحمد عبد الرحمن زولا ومحمود عماد، احمد العجوز، محمود صلاح واحمد مصطفى لولا ومحمد سالم واحمد رؤوف مع المدرب الجديد مؤمن سليمان. النهارده كانت في مباراتين، المقاولين والجونه، كانت مباراه جميله جدا، مباراه شيقه جدا، ومباراه كان فيها شغل تكتيك عالي جدا من عماد النحاس وكان هشام زكريا. لكن طبعا مباراة 4-2، اللي اسمع 4-2 يقول ان المقاولين قطعت الجونه، لكن طبعا ده ما كانش الوضع الطبيعي. المقاولين كان احسن، كان عنده توفيق كبير جدا، عماد النحاس عرف يشتغل وعرف يشغل لعيبه وعرف كمان يدير المباراه خارجيا احسن شويه من هشام زكريا. عماد النحاس نزل تغييرات بسرعه جدا اثمرت عن اهداف، لكن النتيجه في الاخر طلعت 4-2 للمقاولين. مبروك للمقاولين، مبروك لعماد النحاس، عامل نتائج ولا اروع مع المقاولين، 4 ماتشات 3 فوز وماتش تعادل. ما اعتقد ان عماد النحاس ما كانش بيحلم بهذه النتائج. كل التوفيق لعماد النحاس. دايما احنا في ظهر المدربين الشباب عايزين نشوفهم وعايزين نشوفهم كتير. هارد لك لهشام زكريا اللي جاي احسن كمان. الجونه بيقدم ماتشات حلوه قوي، لكن طبعا انتوا عارفين الكوره فيها نسبه توفيق كبيره جدا. المباراه الثانيه كانت مباراه انبي والاتحاد السكندري، كانت مباراه خاليه من الفنيات تماما، كانت مباراه مفتقره للفنيات، مباراه بطيئه، مباراه كان رتمها بطيء، ما تفهمش الشوط الثاني اصلا، ما كانش يعني تعرفش انت بتتفرج على كوره بتتفرج على ايه، كان لغز الشوط الثاني، كان لغز بالنسبه للساده المشاهدين. هنتكلم فيها طبعا مع ضيوف الكرام بعد قليل. المباراه انتهت بفوز الاتحاد السكندري في قلب ملعب انبي وخساره جديده لانبي والكابتن خالد متولي. مكسب مهم جدا لنادي الاتحاد وحلم طولان، اعتقد ان مكسب مهم وفرحه كبيره جدا لجماهير الاسكندريه بهذا المكسب اللي اعاد شكل الاتحاد تاني وصحح من موقعه في الجدول. ونناقش طبعا كل الكلام ده مع ضيوفي الكرام. نروح نشوف الجرافيك بتاعنا كده. جاهز يا سمير؟ نشوف الجرافيك يلا بسرعه كده مع الساده المشاهدين. مباراه الجوله ال 15 لبطوله الدوري الممتاز. المقاولين العرب، احنا خلاص احنا قلنا الماتشات دي يا سمير. احنا معانا ما تجيب لي على الشاشه، هات لي على الشاشه الكبيره. يلا مع النجوم الأربعاء إن شاء الله 21 نوفمبر النجوم مع مصر المقصة في تمام الساعة 3:45، حرس الحدود مع المصري البورسعيدي 5:15، طلائع الجيش مع بتروجيت 5:15، الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي 8:00 إن شاء الله، دجلة مع بيراميدز 8:00 إن شاء الله. لسه معاكم في مباراة الجولة ال 15 الزمالك والداخلية 7:00 يوم الخميس إن شاء الله. قائمة الهدافين، محمود علاء من الزمالك 8 أهداف، شميلس بيكلي من بتروجيت 7 أهداف، حسام سلامة الداخلية 7 أهداف، أوباما
من الزمالك 6 أهداف، محمد ركب الإنتاج الحربي 6 أهداف، أحمد علي المقاولين العرب 6 أهداف، النهاردة جاب هدف من ماركة أحمد علي، وماركوس دي سيلفا كينو بيراميدز اللعيب اللي عامل دوشة كبيرة في الدوري 6 أهداف، صلاح أمين النجوم 5 أهداف، صلاح نميل أمين لعيب مخضرم ولعيب كبير في النجوم 5 أهداف هدافه، حسام حسن سموحة 5 أهداف، إسلام رشدي الجونة 5 أهداف. نروح نشوف مباريات الأهلي المؤجلة بقى وضغطة المباريات، يعني الله يكون في عون كالترون والله يكون في لعبة الأهلي، إن شاء الله يكون الأهلي قدها وقدود زي ما هو معودنا. الأهلي والمقاولين دي يوم الثلاث إن شاء الله 27 نوفمبر الساعة 7، بعد كده يوم السبت على طول الأهلي وبتروجيت الساعة 7، يوم الأربع الأهلي والجونة الساعة 7، يوم الحد الأهلي وطلائع الجيش الساعة 7. الأهلي ونجوم المستقبل إن شاء الله يوم الاثنين 17 الساعة 7، يوم الأربع على طول الأهلي والداخلية الساعة 7:30. هيبقى في بين المباراة دي هيبقى في مباراة للنادي الأهلي، الأهلي وإنبي إن شاء الله يوم الحد 30 ديسمبر الساعة 7. يعني دي كانت مباراة الأهلي المؤجلة، بقول لكم ضغطة مباريات كبيرة جدا جدا، ضغطة يعني الله يكون في عون لعيبة الأهلي والله يكون في عون كالترون. أسامة حسني اللي استعجلنا علشان يدخل، يلا كابتن أسامة حالا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن كبير كابتن ماهر همام، والكابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن كبير كابتن أسامة حسني نجوم الأهلي ومصر، نشوفهم بعد هذا الفاصل. مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام، منور الدنيا يا عزيزو حبيبي. انت كابتن ولا كابتن شريف؟ انا كابتن علي بساعة ونص. انا مش هتكلم كابتن مصر ده هو ساب لي كرسي كده. منور الدنيا كابتن، ربنا يخليك يا عزيزو. النجم هو ما بيحبش يقعد هنا. ترافولت الاهلي كابتن شريف ميدو، منور الدنيا. انت كمان منور الدنيا. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله كله تمام، اتمنى لك كل التوفيق يا رب. هو النجم بقى الخلوق المحترم ده حبيب قلبي وصاحبي يعني كابتن اسامه حسني. ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا كابتن. منور الدنيا يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. الحمد لله. عندنا احداث كتير النهارده وحاجات انسخانه كابتن اسامه، ما تقلقش. لا يعني نبدا مباراه المقاولين والجونه كابتن ماهر، مباراه كانت ممتعه قوي، مباراه شهدت اهداف كتير جدا، كان فيها شغل كبير جدا، شفتها ازاي في العموم قبل ما ندخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الف سلامه طبعا لنجم النجوم الاسطوره كابتن محمود الخطيب اللي العمل عمليه الحمد لله بنجاح، ويمكن كل الملايين المصريين اطمنت على هذا الخبر وانبسطت بشكل كبير جدا. انت كانت مظاهره النهارده بالظبط، مظاهره حب، والنهارده في ليله كريمه طبعا مولد النبي، وكمان طمنا على كابتن مصر والاسطوره الكابتن محمود الخطيب، نتمنى له العوده والشفاء العاجل والعوده الى اهله طبعا والبلد الكريمه وناديه اللي هو بيحبه وبيخلص اليه بشكل كبير. النهارده طبعا بنبارك لعماد النحاس ابننا، هو سمع يطمنا بقى. لا الحمد لله كابتن، يعني كنت كلمته انا النهارده، الحمد لله الامور كويسه جدا، وبشكر الناس كلها طبعا اللي يعني اللي سالت عليه والناس كلها اللي دعت له، يعني ان شاء الله لما يرجع ان شاء الله كده يعني ممكن في خلال 10 ايام او اسبوعين يعني، لكن الحمد لله الدكتور يعني طمنا وقال الحمد لله الامور كويسه، واكد برضو الدكتور قال ان الكابتن محمود الخطيب ده يعني الراجل ده انه مستحمل الالم الكبير ده خلال الفتره اللي فاتت، فده يعتبر راجل بطل، يعني ان الورم اللي كان موجود على النخاع الشوكي يعني مسبب الم جامد جدا طبعا. فهو انه يستحمل الالم ده طول الفتره دي ومفيش شكوى، وطول الفتره دي وهو شغل وفي ضغوطات ودايما بيشتغل، فقال لك لا ده يعني راجل يعتبر بطل يعني. واحنا يعني الحمد لله بنطمن كل جمهور النادي الاهلي، بنطمن كل محبيه، والحمد لله يعني الامور كويسه بفضل الله. لكن انت كلمته شخصيا؟ الحمد لله كلمته وكان تمام وصوته تمام يعني كنت كلمته امبارح، كان لسه في عمليه الافاقه عشان البنجو كده، لكن الحمد لله النهارده كلمته يعني الامور كويسه بفضل الله. ان شاء الله يرجع امتى يا اسامه؟
لا لسه دي حسب الدكتور يعني مش اقل غالبا مش اقل من 10 ايام اسبوعين يعني ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. اتفضل يا كابتن ماهر. احنا يعني معانا مصدر الخبر طبعا 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 وكنا مهم جدا احنا نطمن على الكابتن. يمكن شريف كان عايز يقول كلمه برضك بالنسبه للكابتن. انتوا غطيتوا الخطيب شامه كل بتاع انا قلبا وقالبا معاه. وانا في حكايه الظهر دي معانا كمان عندي الرابعه والخامسه بس انا يعني الرابعه والخامسه ماهر شامه ميدو والم غير عادي عدى عليا لغايه ما خدت حقن برضو في الم غير طبيعي. بالك بقى انت باللي هو اكتر مني بحاجه ضغط على الاعصاب كلها بحاله حاجه شالها الحمد لله. بنقول له باذن الله هترجع لنا بالسلامه ويلا معلش قدر الله ما شاء فعل ونحطها في ميزان حسناتنا باذن الله. هو الموضوع كان صعب جدا بس احنا شهادتنا مجروحه دايما احنا يعني كاهلاويه ومحبين جدا للكابتن محمود الخطيب. هو لاعب كمان قبل ما يكون رئيس نادي الاهلي وشخصه كمان يعني شهادتنا فيه مجروحه يعني مش هقول بقى كميه الالم زي ما اسامه بيوصفها كده حاجه ضغطه على عصب فانتوا يعني متخيلين. وبالرغم من كده مش هنتكلم يعني ان شاء الله ان شاء الله. وكان دايما الحمد لله يا رب كان دايما الايام هي اللي بترد والظروف هي اللي بترد. ما كانش كابتن محمود الخطيب قبل كده بيرد خالص لكن دايما كانت الايام بتثبت ان هو بقى صح في الاخر. وان شاء الله ده خلي بالك يا ميدو انا عايز اقول لك على حاجه والله يعني دي اول مره اقولها ويعني تعتبر يعني والواحد تحت البنج بعد ما يخرج من العمليه دايما بيقول كلام بيبقى في العقل الباطن جواه فبيظهر بالزبط. الكلام ده هو في تحت سير البنج يعني الكابتن محمود الخطيب امبارح هو بيفوق من البنج بيتكلم عن النادي الاهلي وبيطمن على النادي الاهلي حتى هو خارج من العمليه وتحت تاثير البنك. يعني الكلام ده والله انا برضو يعني يعني ما كنتش حابب اقوله لكن يعني الموقف ان انا في قناه الاهلي لا لازم فعلا الناس تعرف يعني الكابتن محمود الخطيب مدى حبه للنادي الاهلي حتى بقول لك هو خارج من العمليه بيسال عن النادي وبيطمن على النادي وخوفه دايما على النادي تحس ان هو اتربى جوه النادي الاهلي يعني مش مجرد حتى يعني لاعب او رئيس او يا اسامه انت عشان كمان انت قريب من كابتن محمود الخطيب انا بحسدك على فكره مش انا بس يعني انت كمان مش حاسس معلش يعني انت عارف لما تكون عايش جوه حاجه غير الناس اللي بره انت ما تعرفش. انا شفته الفتره اللي فاتت والله كابتن حميد يعني بدون مبالغه والله الفتره اللي فاتت من الم الظهر بقول لك في ايام ما كانش بينام فيها من الالم وكان بيجي على نفسه عشان ينام كان بياخد مسكنات وتلاقيه تاني يوم الصبح وهو ما نامش وما فيه ملهاش اسال عليه الساعه 10 الصبح نزل النادي يقول لي ده نزل النادي عنده اجتماعات عشان يرجع من البيت الساعه 1 ولا 2 بالليل ملهاش مسكنات ملهاش مسكنات والله العظيم 3 مليون مسكنات يعني انا رحت لولا وفي دكتور رفيق مكاوي خمس حقن في ظهري ده هنا في مصر يعني انا ما قدرتش اروح المانيا ملهاش مسكنات والمسكن ايه حقن كده ما اعرفش بتاعت ساعتين ولا حاجه بل ما تشتغل ساعه وبل يعني مش هتلحق ولو عملت اي مجهود ومشيت ما لهاش علاجها كله يعني ربنا يرجعه بالسلامه العوم طول العوم بقى والعضلات تمسك تاني في كتافك طول الفتره اللي فاتت ما يا كابتن روح المانيا طب شو يقول لك عندي الاول الملابس طب يا كابتن الرعايه طبعا الفرقه نهائي افريقيا فكل دايما تقيل. ما يبدا عايز يروح عنده حاجه عايز يخلصها ده غير الضغوطات الخارجيه مسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره طبعا يعني انا اتكلمت انا اتكلمت بصراحه وقلت الموضوع الموضوع كان صعب جدا ويعني خلاص اسامه لخص الكلام قوي لكن انا برضو عايز اضيف لكم حاجه اصعب حاجه اصعب حاجه على انسان ان هو يمسك مكان بيعشقه قوي وبيعشق كل حاجه بتمسه فبقى عايز يرضي الناس جوه النادي وعايز يرضي فريق الكوره وعايز يرضي الجمهور بكل انواعه وعايز الناس على السوشيال ميديا اللي انا دايما بتكلم فيها يبقوا مبسوطين هو الكابتن الخطيب كده. عشان كده بقول لكم يعني ما تفهموش كلامي غلط او تزعلوا من كلامي خلينا دايما في ظهر الناس حتى لو احنا شايفين حاجه بس في ظهر الناس وفي الاخر ربنا دايما بيبين الحاجه وعايز يرضينا احنا كمان وعايز يرضي جيله وعايز يرضي كل الناس اللي هي محيطه ونفسها هو في الكيان خلينا نتكلم بصراحه عشان ما حدش يشيل عايز كل حد عايز يروح له كان لما حد هو لوحده كده كان يجي يقول لي عايز حاجه اقول له عايزك طيب يعني عايزك تفوق من اللي انت فيه اخر رمز كمان عايزك تفوق من اللي انت فيه اخر رمز لينا يعني كابتن محمود يعني. الخطيب ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويعدنا بالسلامه يعني اخر رمز لرموز النادي الاهلي معشوق يعني نتمنى نتمنى كده ربنا يوفق رب الفتره اللي جايه دي يا رب ان شاء الله يا رب يا كابتن يا رب يا رب يلا يا كابتن بيبو لما بيجيبوا سيرتك بيحلو الكلام والله يلا يا كابتن والله فعلا انا مش عايز اقعد اطول لان الكلام بيبقى طالع فعلا ما بيخلصش الكلام كلام ناس بقى يعني عشرته وكلام ناس يعني اتعاملوا معايا وكلام ناس
كانوا عايشين معاه في كل الحياة بكل تفاصيلها. عمره ما زعل حد يا ميدو، عمره ما زعل حد بصراحة يعني. من يعني أول يوم لحد دلوقتي هو هو. مفيش تغيير، مفيش عصبية يا كابتن ميدو. بصراحة يعني ما كانش فيه عصبية. ابتسامة اللي موجودة على وجهه وحبه للناس بصراحة يعني طول عمره هو وهو يعني ناشئ في النادي الأهلي لحد ما وصل لدرجة رئيس النادي. هو هو محمود الخطيب ما اتغيرش يعني. أنا عايز أقول لك على حاجة النهاردة كمان يعني والله العظيم يا كابتن ماهر، أنا ما كنتش أقول الكلام ده. أنا كان ليا كلام مع الكابتن علي عبد الصادق النهاردة في التليفون، بكلمه يعني بطمن عليه يعني، لأن هو أخ كبير بالنسبة لي. فبكلمه فبقول له يا كابتن يعني، قال لي يا ميدو والله العظيم يا كابتن شريف ربنا اللي يشهد عليك، قال لي الكابتن الخطيب أطيب واحد في العالم وانقى واحد في العالم والله العظيم يا اسامه. كابتن عرف صادق ان هو المفروض يبقى عارف يعني، حتى زعلان يعني شويه، قال لي وما يستاهلش ابدا اي حاجه متقال عليه. فيعني فعلا الحمد لله رب الحمد لله، دايما الانسان بيطيب الذكر بتاعه لما يجيب سيرته زي ما الكابتن شريف بيقول كده، يحلو الكلام يحلو الكلام. يلا ندخل بقى في الحلقه بتاعتنا كابتن ماهر. النهارده الاسبوع ال 15 المقاولين والجونه من افضل المباريات اللي ممكن تشوفها كابتن ميدو النهارده بصراحه، بالنسبه للفرقتين اذا كان من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاداريه، من الناحيه التكتيكيه، من ناحيه الاهداف المتنوعه. مش بقى سمير عمال يجيب لنا لقطات كده. دي كانت لقطه محمد حسن. انا كنت رحت له النادي كابتن معجزه محمد حسن. انا لما كابتن لما كابتن خطيب انت خلونا اقول كواليس، خلي بالكوا احنا مش متعودين الكواليس، بس انا هقول الكواليس. بص هو ما كانش قادر خلي بالك ينزل اصلا. انا قلت له يا كابتن طب احنا نطلع لك، قال لي انا هنزل. انا هنزل له. لما شاف الفيديو بتاعه اسامه قال لي يعني قال بجد، كان معاه الكابتن محمد مرغان قال له ده بجد، قال له الولد ده عرضت لنا الفيديو ده فاكر. انا خدته بقى النادي بقى خدته النادي وكابتن خطيب شفت الفيديو ده. طبعا طبعا التيشيرت بتاعه ايام بيجري وبيعمل ماراثون بيعمل تمرينات، ده اللي كان بيعمل زجزاج وبيعمل تدريبات. أيوة السعيد السعيد محمد حسن. لا ده من بلدي من المنصوره. المنصوره نوصل البحر. وكان نفسه يشوف الكابتن طبعا، وربنا سبحانه وتعالى استجاب له. بص حاجة قابله يعني وبيتكلم معاه. أنا كلامي على كابتن خطيب تحديدا يا جماعة، وفي أجمل من اللي أنت عارضه ده. يعني حاجة كانت جميلة جدا، وجاب له تيشيرت بصراحة ده أبلغ رد، وقال له كل الماتشات تحضرها. بس طبعا أنا كلموني عشان ماتش نهائي أفريقيا الترجي، أنا ما رضيتش بصراحة أديهم تيكت لأن كان الموضوع صعب جدا عليه. فإن شاء الله ربنا رب يكرمه إن شاء الله ويرجع بالسلامة. مشهد جميل ينور الدنيا تاني. اتفضل يا رب يا رب. فالنهارده اللقاء من افضل اللقاءات اللي شفناها في الاسبوع ال 15، وده اذا كان بيدل كابتن ميدو ان فعلا كل الفرق وصلت لمرحله النضج بالنسبه للعمل البدني والعمل التكتيكي والعمل الفني. قبل ما نتكلم على عماد النحاس ونديله حقه خلال اربع مباريات اللي هو خاض فيهم 10 نقاط، 3 فوز وواحد تعادل، ده بيعتبر انجاز بشكل كبير جدا لعماد ان هو تولى المهمه في وقت قريب قوي، وقدر من خلال الفتره ديت ان هو يحقق الانتصارات اللي ورا بعض بشكل محترم وبشكل جيد. عشان كده انا قلت ما كانش يحلم ان هو يعمل يعني الحاله دي. انا معاك في حته ان يعني طبعا هو قبل عماد النحاس يمكن علاء نبيل اللي هو عمل التوليفه دي والتشكيله اللي قدامنا. يعني مخرجنا طلع لنا تشكيله المقاولين العرب، يمكن علاء نبيل له دور كبير جدا من بدايه الموسم ان هو قدر يعمل فتره الاعداد وبدا يعمل التوليفه الجميله اللي احنا شايفينها من حسن شاهين ومحمد سمير وابراهيم عادل واحمد طيطا وحسن الشامي ومحمد سوستا وابراهيم صلاح وادواردو ولويس ادواردو ومحمد طلعت واحمد شيمي واحمد عادل وكمان يمكن معاهم طلعت محمد طلعت كمان اسف طاهر محمد طاهر بس مش موجود النهارده كان في منتخبنا الاولمبي. عايز اقول لك يا كابتن ميدو النهارده يمكن اداء المقاولين العرب على ملعبه كان واضح قوي ان في تركيز من عماد النحاس ان ياخد ثلاث نقاط بالنسبه له كانوا مهمين جدا، وصلوه للمركز السابع، وده المكان يمكن عايز اقول لك اللي يليق بنادي المقاولين. نادي المقاولين نادي كبير، نادي صاحب بطولات افريقيه ودوري عام، ده المكان اللي يليق بنادي المقاولين. يمكن السنوات اللي قبل كده كان المقاولين يمكن ظروفه في منتهى الصعوبه، لكن عماد النحاس من المدربين الاكفاء اللي استفادوا كمان من التجارب اللي قبل كده. عايز اقول لك يا ميدو ان عماد كان مع الرجاء ما كانش يلاقي نفسه،
مع اسوان ما كانش يلاقي نفسه، كان بيعمل نتائج، كان مع طنطا بيساعد وبيحسن. لما بتيجي فاول الدوري غير أيوة. لما انت بتسلمني فرقه بالظبط كده، تعالى الحقها قبل ما تنزل يعني. بالظبط. لكن النهارده كان هو وسام عرابي دايما محطوطين مظلومين في الحته دي بالذات، لكن النهارده بيخش نادي له اسمه، له تاريخه، له بطولاته، وعنده توليفه من اللي احنا ذكرناهم من اللعيبه المميزين. فالنهارده يمكن شغل عماد النحاس بان بشكل جيد من الناحيه الفنيه زي ما قلنا، من ناحيه الاصرار والعزيمه. حتى هو يمكن حتى في لقائه بعد المباراه اتكلم وقال ان احنا تعبنا بشكل كبير جدا عشان نوصل لهذه المرحله. تمام كابتن شيرين، بكمل ورا ماهر. طبعا هو المجموعه اللي معاه دي قدر يعملها تدوير، وقدر يشغلها، وقدر النهارده يلعب بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه فريق جونه، يعني التحرر والانطلاقات ولعب على المرمى. السر اللي كنت عايز اقوله لك بقى انا قبل سر المباراه دي، ايه سير المباراه دي يا اسامه؟ احنا بنتفرج على الماتشات في اوروبا دلوقتي، عندهم شغل الشاغل بتاعت الاجهزه الفنيه. بيحصل ايه؟ بيحصل التحركات اللي بتحصل جوه الفراوده والسويتشات وما في اللحظه دي بيكون الباك رايت او اي حد بيحصل من ناحيه اليمين الانطلاقات، وبتتلعب له الكوره، يعني بناخد العين ناحيه الشمال وبعدين تتلعب الكوره ناحيه اليمين، وتبتدي العرضيات. والعرضيات مش لازم توصل للخط، بتبتدي من بدري قبل ال 18. اصفرت عن ثلاث اهداف، هدفين للمقاولين العرب وهدف للجونه، وغير الضربتين الثوابت، واحده ضربه جزاء وثانيه من كورنر. هم دول الاجوان اللي جت، فبقت عندهم النهى وعندهم حرفيه ازاي التعامل في المباراه ضد الفرق اللي هي بتلعب هجوم وبتلعب متحرره وبتلعب بدون ثوابت وبيعملوا سويتشات وفي جري وفي نحرره. بس هو الحقيقه فوق كل ده، اذا كان بالنسبه مولين عرب او بالنسبه لاتحاد اسكندريه النهارده، اللعيبه عندها اذا اردت اراد، يعني عندها الاراده النهارده ان هي تبحث في المباراه دائما عن الفوز، بتتكلم عن الاتحاد، عن الوجود، عن الاثنين. يعني الاثنين شخصيه مولين والاتحاد النهارده كانوا النهارده بيبحثوا على الوجود مع خلاص، يعني عايزين يكسبوا. فمش بقلل من فريق الجونه الحقيقه، انما الجونه ده هو من اول الدوري لغايه الماتش بتاع النهارده ده لعب ماتش عالمي، بيخش حظه بس ان هو بيبقى لهش سبق في التهديف في الاول. دايما الفريق اللي هو بيبقى له سبق في التهديف تبقى عنده المعنيات مرتفعه، عنده الاداء ممكن يرجع تاني، عارف من خلال المباراه في ثغرات هو بيتحرك منها. لما هو عنوان المباراه النهارده اللعيبه نفسها والاداء اللي هو بالعرضيات اللي اكتشفوا، لو كل مباراه بيلعبوها بهذا الشكل والعرضيات والتواجد اللي هو جوه 18 ده، اعتقد الحكايه هتبقى سهله على مولين عرب. كابتن اسامه، لازم نشيد طبعا بعماد النحاس. عماد النحاس من المدربين ان شاء الله اللي هيكون له شأن في الدوري المصري، في يعني هيبدا يصنف نفسه من ضمن المديرين الفنيين المميزين، هيبقى مطلوب بعد كده ان شاء الله في كذا حته وفي حتت كويسه بعد الاداء وبعد العروض اللي بيقدمها. لو بصينا ورجعنا لورا لعماد النحاس، برغم انه كان بيشتغل في ظروف صعبه، ورغم ان عارف ممكن بيمسك فرقه الظروف والامكانيات وعارف ممكن ترتيبها في المسابقه كان صعب، ما كانش بيبتعد، لا كان بيروح وكانت بصمته بتظهر. يعني لو شفنا في الشرقيه برغم الظروف الصعبه والامكانيات الصعبه، عمل حاجه في الشرقيه، عمل حاجه في طنطا، عمل حاجه في اسوان، وقدم كره كويسه وكره هجوميه برغم ان كان ممكن بيخسر او يعني ما كانش الامكانيات معاه، لكن في الناس كانت بتحترمه بعد كل مباراه. استاذنك طيب اخد المهندس محمد عادل نلحقه قبل ما ينام. باشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بنادي المقاولين العرب، باشمهندس اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، كويس اللي احنا لحقناك. اهلا بيك جميعا، كل سنه وحضرتك طيب. الاول بمناسبه النبي النبوي الشريف، ويعني ربنا يهدي علينا وعلى الاهلي بخير يا رب يا رب. وطبعا بهنيك وبهني نادي المقاولين على المستوى الطيب اللي قدم النهارده في مباراه المقاولين العرب. النهارده كانت مباراه مهمه جدا، مباراه اعتقد ان ثلاث نقاط غاليه جدا على نادي المقاولين، سلسله انتصارات متواصله ما شاء الله مع عماد النحاس، يعني الف مبروك. الله يبارك فيكم، شكرين جدا على التهنئه، وربنا يكرمنا دايما كده ونبقى موفقين في المسيره بتاعتنا. هو نادي المقاولين يستحق يا باشمهندس. الله يخليك، يعني يستحق ان هو يكون في مكانه كبيره في الدوري، يكون في مراكز متقدمه دايما في ظل الامكانيات الكبيره نادي المقاولين. والله زي ما انت عارف ان احنا يعني اداره نادي المقاولين على مدار عصورها كلها دايما بتبحث عن مكان متميز في الدوري. نادي له يعني ثالث نادي في مصر وحصول على البطولات،
وبنسعى دايما ان احنا يعني يمكن اخر بطولتين كانوا في سنه 2004 و2005 يعني بطولات قريبه برضه مش بعيده قوي وبقى ثالث نادي في مصر. عندنا الامكانيات الحمد لله الادارات الناديه على مدى السنين اللي فاتت كلها من يوم ما انشئ النادي هو عنده الطموح دايما ان هو يحقق بطولات، طموح دايما انه يقدم لعيبه لمصر. ولو شفت خريطه اللعيبه اللي في مصر اللي لعبت في النادي حتى معظم جيل كتير برضه كبير جدا لو قعدنا نقدمهم من اللعيبه الكبار قبل حتى ما كانوا بيعتذروا كانوا يمكن بيلعبوا في نادي المقاولين العرب لوجود امكانيات كبيره وادارات ناجحه. اكيد يا باشمهندس يعني سلسله الانتصارات اللي محققها المقاولين مع عماد النحاس، ودايما عماد لما بيطلع في اي حوار تلفزيوني بعد المباراه دايما بيقول كابتن علاء نبيل وليه الفضل وكابتن علاء نبيل عمل فرقه روح حلوه جدا من كابتن عماد. الحقيقه كابتن عماد عاشته قبل مني بكتير، شخصيه خلوقه جدا محترمه جدا بيحترم الاخرين عشان كده الاخرين بيحترموه ما بيدعيش لنفسه رغم الجهد اللي هو بيبذله. وطبعا يمكن جهد لازم نعترف كلنا جميعا ان جهد واضع على الفرقه وعلى اللعيبه وتوظيفها حتى المعنويات مدى لو اللعيبه بتلعب بروح ومعنويات مداش مدرب لو في خلط في الملعب ونشوف مدى شغل مدرب. هو الحقيقه كابتن عماد ربنا يوفقه وانا يعني مستبشر ان شاء الله خير وخصوصا ان الكابتن عماد لما قعدت معاه ما قاليش ما اتكلمش في فتيات قد ما اتكلم انا عايز اعمل حاجه بنفسي. وبالتالي الانسان اللي عنده طموح وبيشتغل عليه مع قدراته ربنا بيوفقه دايما. اكيد يا باشمهندس كان في تارجت معين حضرتك متفق مع عماد النحاس عليه ولا ممكن التارجت ده يزيد بعد النتائج الايجابيه اللي عاملها عماد النحاس؟ والله زي ما انت قلت كده احنا بعد ما عماد عمل سمعنا انا في عماد النهارده اكيد يعني هنقعد بعد اللي حصل ده ونتكلم كلام تاني حتى اللعيبه ابدو استعداد يعني مع الروح اللي عملها عماد في الاستوديو ابدو استعداد لهذا الكلام. لا قلت لهم لا احنا هنعمل تارجت تاني حتى كان موجود رئيس النادي محسن صلاح قال لهم احنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده لا احنا لازم نعمل تارجت ونسعى لهذا التارجت ونكافئكم عليه. ممكن تغيير في اللوائح تضيف بنود في هيحصل تغيير يمكن هنقعد انا وكابتن عماد ان شاء الله ونحط حاجه جديده طموح جديد لازم دايما في كل فتره بالظبط يعني احنا عدينا فتره طموح معينه لازم طموحك ما يديك بقى لازم تبدا بطموح اخر وتحط لنفسك وللاعبين حافظه ربنا بيعوضه على الفتره. انا بشكر الجهاز طبعا بالكامل كابتن عماد كابتن علاء ابو غني ده برضه ابن النادي كابتن احمد زهران ابن النادي رامي ربيع برضه اللي كان في الاهلي ولعب خمس سنين في النادي كلهم مجموعه قلباء على النادي قلباء روح بقت كويسه موجوده زي بقيه الاجهزه واشكر اللعيبه بتاعتنا جدا الحقيقه لانهم كانوا عندي المسؤوليه وقعدوا في مجال كابتن عماد وقفوا بوعودهم والنهارده حتى في القعده هم احنا عايزين نعمل حفل تاني بقى نقول لمصر لنظره ثانيه وان شاء الله نبتدي نعمل حاجه ثانيه وربنا اللي بيوفق في النهايه لازم نكون برضه عندنا قناعه ان كل شيء بفضل ربنا وبتوفيقه والنوايا الصافيه بتوصلك دايما لنتائج كبيره. اكيد يا باشمهندس يعني اخر سؤال عشان اسيب حضرتك تنام انا عارف مش عايز صار حضرتك يعني اخر سؤال المقاولين دايما بيبقى فيه استقرار فني بتعملوا حاله من الاستقرار للجهاز الفني فيه استقرار اداري وبالرغم من كده المقاولين ما بيوصلش لطموحه كل سنه. يعني ابرز السلبيات اللي حضرتك بتحط ايدك عليها كانت ايه؟ هو لا لازم نبقى صراحه مع بعض ان معظم اللعيبه لما بتبقى ما انتش قادر تحافظ على مدار وقت طويل او سنوات كثيره ب كم اللاعبين ذوي الكفاءات والخبرات العاليه لان احنا برضه من ضمن اهدافنا خلي بالك نادي المقاولين العرب برضه انت في ما عندكش موارد خالص في غير البرزنتيشن في الكلام فانت برضه من ضمن مواردك
اللعيبه ان انت بتسيبها للانديه اخرى وبتسفرها بره. ده برضه مش محمد صلاح فيها. لازم تعمل توازن. والا انا حافظت كل اللعيبه مش هقدر اصرف على الدوري لان الدوري تحصل على بطولات محتاج كم مصاريف زي ما احنا شايفين ضخم. وخصوصا الايام دي بقى يعني حاجه مرعبه. خلينا نمشي برضه بجزء بنبيعه او بنصفره بيساعد في الصرف على الارض. هي دي النقطه. لو انت قدرت تحتفظ كل المجموعه لو انا خمس سنين الفرقه دي حتى عندك تعرف طلع مجموعه من اللعيبه القط قويه جدا كان ممكن يكسروا الدنيا. لكن ما بنقدرش. سالوا في نني وصلاح تاني ولا لا؟ يعني كابتن شريف عبد المنعم بيقول لك في نني وصلاح تاني في قطاع الناشئين يا باشمهندس؟ كابتن شريف سلام عليك. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر امام، كابتن اسامه حسني طبعا بيمسوا على حضرتك. باشمهندس مساء الخير الاول، مبروك. مساء الخير. مبروك عليك الماتشات اللي فاتت دي. انا متابعين طبعا انه كان في حاله عدم توفيق قبل كده، انما اللعيبه هي هي واللعيبه بتادي والروح الجديده. وعلاء نبيل قالك حتى انا عارف كنا متابعين، قالك تعالى نغير بقى نشوف وش جديد يدينا حظ جديد وكلام من الظاهر. الكلام ده برضو موجود في الكوره حاجه زي كده واكيد يعني. بس انا عايز اسالك سؤال، بيقولوا لي ان انتوا اغنى نادي في مصر، ايه القصه دي؟ انا عايز اعرفها منك بجد. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ قاعدين يقولوا محمد صلاح والنني وعندك اثنين ثلاثه لعيبه. طب انت بقى لازم فتحت هذا الموضوع. انا هقول لك بقى عشان محمد صلاح والنني. طيب. وده موضوع انا قلته قبل كده وبس الاهلي يعني احد الصحفيين احكي لك القصه. قصه باختصار شديد وانا بتعمد اقولها علشان مصر تتعلم منها بقيه الانديه. لما مسكت الفتره الاخرانيه وقريت في لائحه الاتحاد لقيت ان في حق رعايه للاعب للنادي بتاعه اللي قاعد فيه من سن 13 ل 23 سنه. وحق الرعايه ده عشان برضه الناس تبقى عارفه ال 10 سنين دول بيساوي كل سنه 0.5% من قيمه عقد انتقال اللاعب لاي مراحل ينتقل فيها. يعني مش معنى ان بعد 23 لو انتقل، لا، هي يعني الفتره من 10 من 13 ل 23 لازم نبقى عارفين ان اي نادي كان اللاعب ده موجود فيه بيلاقوا حق في انتقاله على طول. النادي الاهلي بالمناسبه لما جيت اعمل الطلبه بتاعت النني، محمد النني كان ليه سنه في النادي الاهلي. وبالتالي لما بعت للارسنال بعت السنوات المقاولين العرب وبعت السنه بتاعت النادي الاهلي ويمكن اتصلنا بالاهلي وعملنا حسابه بتاعه. بس قعد الصحفي طلع قال الاهلي كالعاده لاول مره يصل مصر في تاريخ مصر ويحقق. لا انا بقول انا المقاولين العرب هي اللي قالت هذا الكلام وهي اللي حققته. بس يا ريت بقى في لعيبه لنا كتير بره اللي مسؤولين في الانديه عن الكوره يتابعوا هذا الكلام. ده حق قليل بحضراتكم. بيجي بمنتهى البساطه بمجرد مراسلات مع الانديه. احنا راسلنا الارسنال وتشيلسي وروما وليفربول ومحمد صلاح والنني كله كان مستجيب لهذا الكلام، كله كان ملتزم والامور مشيت بسلاسه جدا ومفيش اعلان نجاح قرار الاتحاد. شكرا جدا يا باشمهندس وكل التوفيق ليك مع نادي المقاولين العرب. كل التوفيق لعماد النحاس وان شاء الله تكونوا في مكانه يستحقها نادي المقاولين العرب. عرفت بقى الفلوس راحت فين والراجل؟ ما سمعتش حاجه خالص. بجد؟ بجد؟ انت سمعت حاجه؟ مش سامعين؟ انا ما سمعتش. اشرح لي بس. قال لي هو بيقول يعني ان هو مثلا النني لعب سنه في النادي الاهلي ولعب مثلا 10 سنين في النادي المقاولين، النادي الاهلي بياخد من حق الرعايه. هو بياخد برضه ولا؟ سنه 13 سنه. هو بياخد برضه مقاولين دلوقتي بياخد طبعا والناس ملتزمه طبعا. طيب عشان كده الناس بس الفلوس. يا كابتن شريف انت شايف الدنيا بقت عامله ازاي؟ انت شايف الاسعار اللعيبه بقت عامله ازاي؟ بس في انكم يعني مصاريف في سبب. هو نادي المقاولين كمان يعني صعب. المقاولين شركه كبيره طبعا في العالم كله. مش مصاريف صعبه ده التفريق الاول. طب اسامه انا قطعتك اثناء المداخله لو عايز تكمل كلام. كنا بنتكلم على عماد النحاس طبعا. عماد النحاس من المدربين اللي هيبقوا مصنفين خلال الفتره الجايه. وهي بداياته ما شاء الله حتى بالرغم ان هو كان بيمسك فرق ظروفها صعبه وامكانياتها صعبه وامكانيات اللعيبه والادارات والانديه، لكن كان كمدرب بصمته موجوده. سواء كانت مع الشرقيه او اسوان
او طنطا او كل الفرق اللي حلو الكلام ده عشان الناس تفهم ان احنا بنحكمش عشان المكسب بتاعته كمدير فني كانت موجوده. طبعا لما بدا يشتغل بقى في نادي المقاولين العرب، نادي المقاولين عنده الامكانيات اكبر من الانديه اللي هو مسكها قبل كده، امكانيات من اللعيبه، امكانيات من مسانده ادارات، استقرار في اداره واعيه وفاهمه، اكيد هيحقق النتيجه اللي هو ممكن يتمناها. طبعا ابتدى بدايه مع مباراه حرس الحدود كان فيها تعادل 0-0، ابتدى بقى كان الاختبار الحقيقي ليه برضو بعد مباراه حرس الحدود الانتاج الحربي. الانتاج الحربي من الفرق القويه جدا ومن الفرق بالزبط. اللي لها يعني تحديدا فيها استقرار، ومن الفرق الباديه يعني بدايه قويه في الدوري. برافو عليك. لانه يكسب 2-0 الانتاج الحربي اكيد يبقى في شغل معمول. بعديها مباراه الداخليه 2-0 في كان في مباراه في ملعب الداخليه برضو في شغل. النهارده الجونه برضو مش عايزين نبخس حق الجونه، يعني هي مباراه طبعا المقاولين هو كان الافضل فيها وعماد النحاس ضرب بشكل كويس، لكن الجونه برضو يعني فرقه بنحترمها من اول موسم، عاملين فرقه كويسه. انا قلت نتيجه المباراه ما تدلش على احداثها. هشام زكريا مع نادر شوقي عاملين فرقه كويسه بالنسبه للفرقه اول سنه لسه في الدوري بعد غياب فتره، وده التشكيل بتاع فرقه الجونه. هيثم محمد في حراسه المرمى، احمد علي، لؤي وائل، ووكا، وخالد صبحي، ومصطفى جابر، وعبد الجواد، ومجدي، وجده، واسلام رشدي. الجونه يعني انا اتفرجت كذا مباراه على الجونه. الجونه محتاج شويه في حراسه المرمى. يعني حته حراسه المرمى يعني لو انت عايز تدعم بقى في يناير بالنسبه للجونه لازم يبقى عنده خبرات شويه في حته حراسه المرمى. لكن كمستوى عام واداء عام لفرقه الجونه لا، فرقه كويسه ان شاء الله تكون موجوده السنه دي في الجدول. الطموحات ممكن تزيد، لكن برضو بعماد النحاس عايز اشيد حتى في تغييراته النهارده، وهو متعادل النهارده بيدور على تغييره هجوميه، عايز ينشط الناحيه الهجوميه، نزل كريم مصطفى، عايز يزود في الناحيه الهجوميه. تشوف النهارده عماد النحاس في خلال اربع مباريات بدايه من حرس الحدود، تاج حربي، داخليه، النهارده الجونه، هتلاقي كم هدف يا كابتن ميدو؟ ادي 4 و2 6 8 8 اهداف في اربع مباريات. لا تعرف ان في شغل هجومي، في معدل تهديفي مميز. نشوف في مباراه الداخليه اللي فاتت هدف من كره ثابته طاهر، محمد طاهر، كره ثابته اللي اتعملت شاطه في الزاويه البعيده. النهارده برضو نشوف في كره ثابته الجون الهدف الثالث على ما اعتقد للمقاولين النهارده اللي اتعملت على الاولى راحت على البعيده. لا يبقى في شغل مدرب، اعتقد في تنوع النهارده في الكرات الثابته، في تنوع في الشغل الهجومي. النهارده لويس ادواردو اللاعب الكولومبي كان غايب بقاله فتره، او كان ما كانش داخل بشكل كويس في بدايه الموسم، لا النهارده بدا عماد النحاس يوظفه بشكل كويس. النهارده محمد طلعت بقى ليه دور فعال عن بدايه الموسم. احمد علي رجع بعد اصابه بعد فتره، لا يعني في شغل ظاهر على فرقه المقاولين. اهم حاجه بقى الاستمراريه. النهارده ما يبقاش، خلي بالك الدوري المصري كل لعيب عايز كل اربع اسابيع عايز مدرب. بمعنى ان اول ما تلاقي مدرب جديد جه على الفرق بتلاقي طموحات جديده. بتلاقي اول ثلاث ماتشات او اربع ماتشات في دوافع جديده. بتلاقي بعد كده الكيرف نزل. فده بقى ده التحدي بتاع عماد النحاس. هل الفوقان والدوافع الايجابيه دي هتستمر مع لوين ولا لا؟ ده هيبان ان شاء الله خلال المباراه اللي جايه ان شاء الله. عايزين برضك نشيد بهشام زكريا خلال الفتره السابقه بادائه واداء جونه بشكل جيد، لكن يمكن المباراتين اللي فاتوا اختلفوا بشكل ملحوظ. ان اسامه كان بيتكلم على حراسه المرمى بس، انا شايف كمان خط الظهر اسامه يمكن في مباراه الطلائع دخل فيه 5 تجوال. النهارده دخل فيه 4 تجوال، دي 9 تجوال دخلوا في الجونه في خلال المباراتين السابقتين. فانا شايف ان عنده مشكله بشكل كبير جدا في خط ظهره. ممكن هو حتى بعد اللقاء اتكلم وقال يعني هو اتهم او اتهم اللاعبين بالتخاذل والسذاجه في حته الاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل خصوصا في الكور الثابته بشكل كبير. محتاجه من هشام زكريا ان يبقى في حاجات خاصه بالنسبه للمدافعين، على اساس ان يعني عدد كتير جدا في الدوري الممتاز يخش فيك 9 تجوال في مباراتين. اجمالي الاجوال اللي دخلوا في الجونه 20 هدف، يعني من بيشارك هو الاتحاد في اضعف خطوط دفاعيه موجوده في الدوري الممتاز. الاتحاد دخل فيه 26 هدف، الجونه دخل فيه 20 هدف. كمان في نقطه بالنسبه لنص ملعب ميدو، لازم كابتن هشام زكريا يهتم جدا بنص ملعبه، لان واضح قوي ان في مباريات كتيره جدا نص ملعبه بتهرب منه
واخد بالك عدد اللي موجود في نص الملعب يمكن واحد بس في التغطيات بالذات يمكن مأثرة بشكل كبير على أداء الجونة. فأنا شايف الخطين دول محتاجين دعم بشكل كبير للجونة خلال الفترة القادمة. أكيد كابتن شريف، يعني النهاردة عشان احنا نتكلم عن المدربين، النهاردة الكابتن عماد النحاس عمل تغييرة تحس ان هو زي ما الكابتن أسامة كده اتكلم، تحس ان هي تغييرة دفاعية، خرج أحمد علي ونزل عبد الوهاب إسماعيل. من الوهلة الأولى تحس ان التغييرة دفاعية كابتن، يعني مع انه عمل تغييرة فضل لطلعت مساحات كبيرة جدا عشان يلاقي مساحات يجري فيها، وطلعت لعيب سريع، لعيب قوي، لعيب رخم، غير مراقب، غير مراقب كمان لانه هو زيادة على الدنيا مثمرة جدا، وجاب ضربة جزاء استطاع منها محمد سمين هو يجيب الهدف الرابع للمقاولين، برضو مشغل دماغه كويس قوي. برضو انت لما بيكون ليك سابق بتبقى ليدنج في المباراة، تبقى كسبان واحد بعدين الاوبوننت بيتعادل معاك، وبعدين انت ترجع تاني ترد في بتاع، دي بتديك حرية تفكير برضو انك انت بتقرا المهاجم اللي قدامك انه متحرر قوي وواخد خمسة زي ما قال ماهر قبل كده، فانت شايف في ثغرات موجودة عنده ودفاعاته، فبتعمل بريس بتاعك والتغييرات بتاعتك والفكر بتاعك انك انت تقدر تبقى متواجد على طول في منطقه الجزاء. زي ما انا قلت لك العرضيات اللي بتبقى بتقابل 3 4 ممكن تعمل تخبط في اي باك، ممكن نيران صديقه دي تعدل لك كوره لاي مهاجم جاي، وكنت شايف ان الاولاد عندهم نيرف ان فعلا العرضيات بالنسبه لهم بيخشوا زي اول جول. انت شفت اول جول العرضيه عامله ازاي والراجل داخل عارف انها جايه وبيحطها، اللي بعديها بنفس الشكل برضو عرضيه بنفس الشكل ونفس الاداء ونفس التوظيف، فده يبقى شغل اجهزه فنيه بتصمم على الاداء من الناحيه دي. يا يعني اما في ثغره اللعيبه بنفسها بتكتشفها جوه الملعب وبيبتدوا يلعبوا من ناحيتها، شايفين ان هم ناجحين هنا، وده اعتقد انها تتلغي الفكره دي بالنسبه لي عندما انت تكون عندك كوره ضربه ركنيه وتجيبها جول، يعني دي بتبقى حاجه ثانيه خالص. زي الجول بتاع اتحاد اسكندريه النهارده بضربه ركنيه والراجل عبد الله السيسي ده يروح، عبد الرزاق السيسي ده يروح رايح ناحيه ثانيه بعيد خالص وعملها ببطن رجله في الارض فتروح في هنتكلم دي على دي موهبه وحرفه. المواهب والحرف اللي احنا شفناها في كل واحد بيراقب ككوتش اللي انت بتتكلم عنه النهارده، انا براقب الكوتش اللي قدامي وبراقب الفرقه اللي قدامي قبل كده كانت منتهيه فين والنهارده بتبقى موجوده عندي فين. النيرف بتاعهم النهارده عشان يعوضوا الخمس اهداف خلاهم تقبلوا او لقوا اربع اهداف عندهم في المباراه، ازاي بقى على الماتش بيحاولوا هم اللي يكون ليهم سبق التقدم، ما كانش ليهم التوفيق ان هم يتقدموا. فانت عندك فكر المدرب هنا هو بيبقى ناجح في كل حاجه. اليوم ده بيبقى يومي واسامه عارف وما ده يومك النهارده انك انت بتلعب في يعني كل حاجه بتعملها واللعيبه معاك مواجبات على نفس الوتيره ومن فوز لفوز لفوز بيديك الثقه اكتر بتبقى موجود في الملعب. هي برضو اضافه للكلام كابتن شريف، احمد علي كان بقاله فتره مصاب، فالنهارده هو اول رجوع ليه كان مباراه الداخليه، لعب اخر خمس دقائق او اخر 10 دقائق، ما يعتبرش وقت يجهز لعيب. فهو لما دخل النهارده دخل من بدايه المباراه يعني هيبقى كتير عليه 90 دقيقه، فاكيد في وقت 75 دقيقه ادى فيها الشكل المطلوب، ممكن حتى تقدر تغير من داخل الملعب، ممكن تحط طلعت مهاجم عندك الشكل ده عشان بيبرجل الفرقه اللي قدامه. يعني الشكل اللي انت بتتكلم عنه ده بيخليك تبرجل الفرقه اللي قدامك واجهه جديد بتحركات جديده. تمام، انا قصدي ان هو عمل تغييره يبان ان هي دفاعيه شويه، لكن هو كان تغييره هجوميه جدا، ان هو طمع الجونه ان انا خلاص بلعب دلوقتي بفرود واحد اللي هو طلعت وزودت نص ملعبي عايز ادافع شويه، لكن هو فضل مساحات كبيره لمصطفى طلعت الاول كره جات له عمل منها ضربه جزاء محمد طلعت فدماغه شغاله زي ما انت بتقول باكد على كلامك. حط كذا سيناريو الكونتر اتاك بيساعدك كمان لما تبقى فرقه هجمه عليك عايزه تعوض بالظبط، انت بيجي لك شكل تاني في السرعات. انا كنت بشوف الناحيه الكره بتبقى ناحيه الشمال سرعات كبيره جدا مويل العرب بتطلع من ناحيه اليمين عشان يقدر يسند في النص ويطلع الناحيه الثانيه قبل ما بيعدلوا الناحيه الثانيه يكون في زياده عدديه دخلت، فكان في حركه النهارده. وانا دايما برجع للاعب، يعني اللاعب هو اللي بيساعدني في الملعب، اللاعب هو اللي بيديني باللياقه البدنيه بتاعته حريه التفكير وانا مدرب. طب سؤال يا كابتن شريف ابدا معاك بيه النهارده، هشام زكريا زي ما كابتن ماهر قال اتهم اللعيبه بالتخاذل، مش كده يا كابتن ماهر؟ لا بالظبط، بالتخاذل او السذاجه زي على حد تعبيره يعني، او الامكانيات. لا هو قال كده، هو قال يعني كان في سذاجه النهارده في التعامل مع الكرات الثابته. هل الكرات الثابته بتبقى تعليمات مدرب ان هو وقفهم في ال 18 وقفه معينه، ولا بيبقى في ساعات فعلا تخاذل من اللعيبه؟ اللي انا والله انا بشفق على اي ديفنس في العالم لما بتبقى عليه ضربه ثابته من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، الحقيقه بيبقى اختبار صعب قوي، لان دخل فيه النهارده جونين وكورتين ثابته. ده باختبار صعب على اي فرقه الحقيقه. انت بتتفرج على كاس اوروبا فرقه بتبقى كسبانه 2-0 تتغلب 5-2، الفرقه زي بلجيكا دي ما تتغلبش 5-2. هل هو مسؤوليه مدرب ولا مسؤوليه لعيبه؟ دي مسؤوليه لعيبه الحقيقه. انا ببقى متفوق
ليدنج وبتاع، الضغط النفسي اللعيب هو اللي بيعمله لنفسه. ودايما انت ما بتصاب بهدف انت بتعرفش ليه بنفسك بسرعه، ممكن تصاب التاني في ثانيه ما تاخدش بالك. هي عمليه انا بشوف فيها على المدربين واللاعبين في ناحيه الضربات الثابته. انا كمشاهد بحط نفسي مكان اللعيبه دي، مهما كنت عندك من نتكلم عن مين، عن علي جبر ومحمدي والناس دي كلها، الكره وهي جايه موزه كده الاطوال دي ما بتلحقش تصدها، ولو انت غير موفق في اليوم ده هتتنفذ الضربه الثابته 10 على 10. فانا مشفق على اللعيبه في الحته، هي الحته بس اللي انت اتكلمت فيها مع ماهر واسامه، واسامه وماهر شرحوها لك، ان وقوفك في الملعب بيفرق كتير قوي. انت ما بتسرحش في الملعب، يجوز هو ما يقولش فيه سذاجه، يقول حاله سرحان في الملعب فيها عدم تركيز. عدم التركيز ده بيصيبك لما يخش فيك جون واثنين وثلاثه، ما خلاص بقى انت بعد ثالث جون ولا رابع جون احنا هنروح فين؟ هتلاقينا خدنا كورنر مهمة يا ميدو وشريف. الكوره الثابته بتاخد بالك من الجمل المهمه. معظم الجيمات المقفوله بيلجا ليها المدرب لكوره الثابته، اي ماتش حتى الوحدات التدريبيه اللي بتتعمل الكوره بتجي لك ازاي انت بالعرضيه، انت بيتعامل معاها ازاي بالظبط. كاس العالم اللي فات يا كابتن شريف لو بصيت على الاحصائيات هتلاقي اكتر الاهداف كلها من كوره ثابته. واحنا ما احنا ده احنا اول ماتش لينا، وكمان اتغلبنا في اخر ريدو، حتى المدربين بدات تهتم بيها. يمكن عايز اقول لك بقى في وحده تدريبيه واخد بالك في نهايه البرنامج التدريبي لكوره ثابته اللي ليك واللي عليك. ما انت زي ما انت بتتميز انك انت بتقدر تجيب كوره ثابته بتقدر تخلص بيها مباراه، في نفس الوقت كمان لازم انا في الحته الدفاعيه ازاي انا احافظ كمان على مرماي ما يجيش فيا. فدي كلها تدريبات. الكره الثابته دي عامله الكره الطايره، الكره بتتلعب بالعرض واللعيبه كلها جايه سماتش من ورا يا بدماغه يا برجله، وتقدر تاخد فيها ضربه جزاء وتقدر تاخد فيها حاجات كتير. احنا مع الاسف يمكن مع الاجيال دي يمكن فيها صعوبه ميدو، لان هي زي ما شريف قال فيها صعوبه السويرف ده او كروس العرض ده بيبقى وضع المدافع وضعه مظلوم. يعني وضع المدافع مظلوم وضعه صعب اكيد. عموما اخطاء كثيره يعني. عموما مبروك لعماد النحاس اللي طلع بالمقاولين المركز السابع، وهارد لك لهشام زكريا. النهارده كان عنده فعلا مش هقول بقى سذاجه، هقول ان هي كانت فعلا زي ما الكابتن شريف بيقول يعني نسيان شويه من اللعيبه في المسك، خصوصا كمان ضربه الجزاء بصراحه كانت دي معاك فيها ان هي حاجه ساذجه بصراحه. كانت ضربه جزاء صعبه جدا يا اسامه، انت شفت كابتن شريف. وده هو ما يقصدش سذاجه، هو يقصد يعني تركيز يعني رايح شويه يعني أنا اخد اللعيب واطلع بيه بره يعني ماشي. المباراه المباراه الثانيه كانت بين خالد متولي وحلمي طولان، الاثنين كانوا على صفيح ساخن زي ما بيقولوا. كابتن حلمي طولان نط شويه وساب الكابتن خالد متولي. مباراه بين انبي والاتحاد السكندري كان الاثنين محتاجين فيها مكسب، على الاقل على الاقل تعادل ايجابي، لكن الاتحاد السكندري هرب بثلاث نقاط في مباراه دون المستوى. كابتن ماهر بتبارك طبعا الاتحاد وكابتن حلمي طولان. يمكن حلمي خلال الفتره التوليه المهمه الظروف كانت صعبه بالنسبه له بشكل كبير جدا، ويمكن قدم استقالته، لكن طبعا الراجل مصلحي رئيس نادي الاتحاد واضح ان هو عنده قيمه. دي تشكيلة الاتحاد يا كابتن ماهر، الاتحاد ورزق وبازوكا وناصف ومحمود شعبان وكريم الديب واحمد داوود، اثنين ديفندرات، ونور السيد بناهيني وسيسي وخالد قمر. يعني التشكيله يمكن كابتن حلمي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، عنده ثبات يمكن في جميع الخطوط. ويمكن ده يمكن اللي ادى شكل واداء النهارده للاتحاد. زي ما الشريف بدا وقال لك ان الدوافع النهارده واضح، اول اسبوع الدوافع يعني كل الناس عندها اصرار ودوافع على المكسب، منهم طبعا الاتحاد والمقاولين العرب، وهم يستاهلوا. ان كابتن حلمي من المدربين الاكفاء اللي عنده خبرات بشكل كبير جدا. حلمي راح في وقت يمكن الظروف كانت مش مساعده محمد عمر في النتائج، لكن مع كابتن حلمي بعد ما كسبه للنادي الاهلي ادى دافع بشكل كبير جدا، لان يتواجد الاتحاد دفع طلع سلبي مع الاسف. هو تملي بعد ما بتكسب الفرقه الكبيره ميدو بتحقق النتائج، اذا كان مع الاهلي والزمالك بيحصل نوع بقى من التراخي، نوع من الكسل، نوع من الاهمال، نوع من الغرور، السرحان، عدم التنظيم في المباريات اللي بعد كده، فبيحصل ضروب بشكل كبير، ويمكن ده اللي خلى كابتن حلمي يفكر في الرحيل. لكن النهارده كان يهمه ثلاث نقاط باي نتيجه عشان يقدر يعدي المسار مره ثانيه ويبقى متواجد في بطوله الدوري العام. الكره الثابته اللي احنا بنتكلم عن الكره الثابته النهارده، كره ثابته كورنر اتعمل بشكل مميز، عدى مدافعي انبي. سيسي عملها بدماغه بشكل جيد، يمكن اول مره بشوف سيسي بيلعب بدماغه بهذا الشكل، لكن طبعا هو يمكن توقيته كان توقيت مناسب. في محاولات من انبي بقى
انها تعدل النتيجه. الجون كان ممكن يتعامل مع الكوره يعني. محمود جد هتلاقي تشكيل الانبي يا سمير كان ممكن يتعامل مع الكوره. كان ممكن يتعادل يتعامل مع الكوره عاليه في خط السته و 6 يارده. لكن طبعا عدم مراقبه من ورا لكن طبعا واضح تشكيل الانبي اهو، محمود جاد ورامي صبري وابراهيم يحيى والحلواني وعلي فوزي حمدي فتحي وعبد الرحمن عامر ومارشال وحمدي فتحي تاني حمدي فتحي محمد بسيوني عماد فتحي عماد فتحي ومحمد بسيوني ونوح. المشكله اتنقلت بقى كابتن ميدو لانبي يعني مش هو ده انبي بصراحه. خالد متولي في ظروف صعبه خلال الفتره ديت، شكل واداء انبي يعني مش هو ده انبي اللي موجود في المكانه في رقم 13 في تواجده في الجدول. يمكن لعب 13 مباراه اقل طبعا من الاتحاد، الاتحاد يمكن لعب 15 مباراه. فاز انبي في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5، لهم الاهداف 16 وعليه 18 ومن النقاط 14. اكيد يا كابتن يعني شكل واداء انبي مش هو ده المكان اللي موجود فيها يعني. كابتن اسامه المباراة كانت يعني هي لو قارناها بقى بالمقاولين وبال بالجونه لا يعني هي طبعا كانت قليله فنيا النهارده. لكن كابتن حلمي يعني مقارنه بالظروف اللي فاتت في مباراه انت محتاج تكسب بس. يعني محتاج اطلع من الثلاثه دي حقيقة. دي هو ده اكيد تفكير الكابتن حلمي طالع النهارده وراح يلعب النهارده. صنع كان قدم استقاله والحكم عمل الظروف رفض هذه الاستقاله، خاصه ان النادي الاتحاد السكندري مع البدايه مع كابتن حلمي وكابتن وليد صلاح الدين ابتدوا بدايه كويسه جدا. يعني كان تعادل على ما اعتقد مع الجونه في الثواني الاخيره، رجعت لهجه الانتصارات ولغه الانتصارات تاني للاتحاد، مكسب بعد كده مكسب النادي الاهلي باداء برباعيه، فجت بقى لعنه الاهلي بعديها في المباريات اللي بعديها. ففي مباريات كابتن ميدو انت محتاج بس المكسب، محتاج بس محتاج ثلاث نقاط مش مهم ان انا ده، لا محتاج اعيد ثقه اللعيبه نفسها تاني، خاصة ان انا داخل بعد كده على مباراة بطولة عربية، فانا محتاج ارجع لغة انتصار، محتاج اللعيبة ترجع الثقة ليها، محتاج الجهاز يرجع الثقة ليه. فكان على ما اعتقد النهارده كابتن حلمي بيدور على الثلاثة بونت اهم من الاداء. يعني كابتن وليد صلاح الدين النهارده مدير الكرة في الاتحاد السكندري بصراحة كان هو دايما بيتكلم بجرأة شديدة جدا، وبيتكلم بصراحة شديدة جدا، انا بحترمه بصراحة. النهارده قال ان في ثلاث فرق مستواهم بعيد عن باقي فرق الدوري اللي كلهم شكل بعض، يعني احنا النهارده مش عارف احنا بنعمل ايه اساسا، بس احنا كسبنا. هو قال كده. قال مش عارف المباراه الجايه مع طلائع الجيش مش عارف احنا نكسب ولا نخسر. تصريح غريب جدا من الكابتن وليد صلاح الدين، لكن دي حقيقه وحقيقه فعليه في الدوري المصري. هل هي انا لو تعرفوا تجيبوا الكابتن وليد صلاح الدين يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت. طب قبل قول لي الكابتن طلع لي فاصل قول لي السر بتاع مباراة المقاولين طب السر انت جميل، السر انت اجمل حاجة في الدنيا. اول تايم الماتش كان جامد جدا، انت فاكرني لا اول تايم كان الماتش جامد جدا، خدت بالك الفرص اللي راحت من انبي الحقيقة النهارده سحر. انا شفت جوال بتروح اول تايم، اول تايم عالمي اول شوط، تاني شوط كر وفر وطويله وحاجات كده انما جاب وليد ولا ايه؟ عايز تطلع فاصل؟ لا 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 اتفضل. طيب فمفيش فايده هطلعك فاصل حالا. فرزاق سيسيه النهارده عمل علامه السر. كلمه السر الراجل بياخد الكوره من ناحيه الليفت فكرني بنفسي وقطر ماشي يعني اللعيبه الراجل بناهيني ده برده عامل محطه جامده جدا. لعيبه الاتحاد النهارده شكلوا نفسهم الاهتمام، شكلوا نفسهم الاستريس على فرقه انبي. خلاص فرقه انبي النهارده فوجئت بالهدف طبعا اللي هم اتخطفوا فيه، فكان ليهم الاهداف بتروح كمان يا ماهر في اول هاف تايم بشكل غير عادي. الراجل وين نطلع فاصل ونرجع نكمل؟ حد جالك على البتاع؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل زي ما انت عايز. ماشي زي ما انت عايز. يلا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن مباراه انبي والاتحاد السكندري، ومنها نتكلم عن مباراه الاهلي والوصل الاماراتي الهامه جدا. فاصل استنونا.
الله على الاهلي ان شاء الله. يعني ان شاء الله الاهلي دايما 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 معودنا ان هو يعني ما بتهزش، فما تقلقوش. انا عارف ان انتوا قلقانين وخايفين، وبطوله راحت وبطوله مهمه وبطوله كبيره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل الامور هترجع احسن من الاول بكتير باذن الله. كنت عايز اقول حاجه؟ قول لي. لا والله يا كابتن بينا، انا عايز يعني كل واحد اهلاوي بيحب النادي دايما يفتخر بناديه، دايما يفتخر بتاريخ النادي الاهلي، دايما يفتخر باللعيبه بتاعته. حتى لو احنا بنتكلم دلوقتي عن تدعيم يا كابتن شريف وبنقول الفرقه محتاجه فعلا لعيبه وبنقول مراكز وكده، لكن انت باللعيبه والعناصر الموجوده معاك انت بتوصل لنهائي افريقيا، بتوصل للسنه الثانيه للنهائي الافريقي، بالرغم انك ان شاء الله هتشتري في يناير، برغم الظروف اللي انت فيها والاصابات اللي فيها. في ناس بقى لها 15 سنه بتبني فريق، ناس بقى لها 15 سنه بتبني فريق ممكن تكون وصلت نهائي افريقيا مره واحده وبتعدده من انجازاتها. والله قلت ناس بقى لها 15 سنة بتبني فريق وممكن المحصلة دوري في 15 سنة. قولي فانت النهاردة لازم تفتخر بناديك ولازم تفتخر بتاريخ ناديك. ده مهم جدا لكل الأهلوية، لازم دايما تبقى سند في ظهر فرقتك، دايما سند في ظهر ناديك. بقول لك يا كابتن ميدو 15 سنة ناس بتعدد إنجاز إنك وصلت نهائي أفريقيا، ده من ضمن الإنجازات. خلي بالك في وقت من الأوقات إن شاء الله، وده اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي، دايما سقف الطموح عالي جدا. ممكن في سنه في وقت من الاوقات هتلاقي بطوله افريقيا دي بالنسبه للاهلاويه زي بطوله الدوري بالظبط. يعني انت كل سنه زي ما ربنا بيكرم وبتاخد الدوري، فسقف الطموح بتاع الاهلاويه خلاص، ده انت السنه الثانيه على التوالي في نهائي افريقيا. انت من سنه 2005 لسنه 2018 شوف كم بطوله افريقيه خدتها، خدت كونفدراليه، كم مره وصلت النهائي وما وفقتش. فخلاص الناس سقف الطموح بتاعها عالي، فلازم دايما حتى لو في اخفاق دايما تفتخر بتاريخ النادي. اكيد اكيد، كلام محترم جدا. قبل ما اروح للكابتن شريف، يا جماعه زي النهارده الاهلي كسب الزمالك 2-1 سنه 59-60، لو تفتكروا المباراه كانت يوم الجمعه 20 نوفمبر، جاب الاهداف المرحوم رفعت الفناجيلي والشيخ طه اسماعيل. يعني هي جايه في دماغي كده يعني افتكرتها كده. فيعني 59-60، شوفوا بقى بقيه السنين كانت كان عندي 6 اشهر. كان عندك 6 شهور؟ 5 اشهر. احنا كنا لسه اسامه، تخيل الاهلي. يعني خلاص عشان ذكرى حبيبه على قلبي. قوي. كابتن شريف، قبل الفاصل كنا يعني خلاص خلصنا كلام، ولا عايز تتكلم على حاجه في الدوري قبل ما نروح بقى لا خلاص والوصل. موضوع انبي خلينا النهارده لك لانبي الحقيقه في الهاف تايم الاولاني، انما لم يثمر اي تعليمات او اي حاجه من الكابتن خالد ان هو اشوف نفس الاداء اللي حصل في الهاف تايم الاولاني، بل بالعكس كان اتحاد اسكندريه هو اللي جاله 3 فرص حقيقيين، ويمكن قدام فرصه واحده بالنسبه للانبي. مبروك لكابتن حلمي وكابتن وليد لان هم كانوا في امس الحاجه للثلاث نقاط الذهبيه اللي انا بودوه المركز، اكيد المركز السادس. السادس يعني وانبي في المركز ال 13، مركز يعني شوف ثلاث نقاط فرقوا مع الاثنين ان شاء الله. يعني اكيد طبعا، والتعادل ما كانش يفيدهم طبعا، انما كان لابد ان يكون في فوز، وان كان الاتحاد هو اللي كان محتاجه قوي. طبعا الاهلي والوصل مباراه مهمه جدا، وكل الجماهير الاهلاويه مستنيه هذه المباراه بفارغ الصبر يا كابتن شريف. ده طبعا احنا مش جينا نوم لما نعلن يوم الخميس ان احنا كسبنا، يعني هتفرق كتير معانا احنا قوي نفسيا على الاقل يعني. وتبقى في بطوله تقدر تحضر لها كويس جدا، تقدر تخلي في حاجه انت شغال عليها بقى بتدعيمات باستشفاء باوضاع كتيره، تنظيم داخل جدار النادي الاهلي وعد بيها كابتن محمود مع كافه الناس اللي هي في وضعيه ان هم يقدروا يشكلوا الاجهزه اللي هي موجوده. انت اهلاوي زي ما انت قلت ما تخافش، يعني احنا كلنا بنحب الفانيله الحمراء وبنحب النادي وبنحب النجاح وبنحب كل حاجه وتربينا على كده. فانا مش عايز حد يقلق، زي ما قال كابتن ميدو احنا الاهلي في كل مكان بجمهورنا. يعني التذاكر خلصت يا كابتن ميدو بالظبط، وبقول لك من دلوقتي ان التذاكر دي 80% اهلاويه مش اهلاويه، مصريين. يعني هيهزوا الكيان هناك لما تبقى بتلعب في ملعبك هناك مع الاستضافه الجميله من بلدنا الثاني الامارات الحقيقه. دي حقيقة. فبتبقى حاجه تقدر تدي انك انت تقعد تتفرج وعندك الامل في كل ثانيه، ارضيه الملعب وكل الاجواء بتتيح لك انك انت تكسب. انت كسبت في مباراه حسام غالي اياك
أياكس. كسبناهم أياكس في مباراة جدية مش مباراة ودية يعني، مباراة جدية وكسبتهم 1-0. ما بالك لما بتلعب مع فريق عالمي زي كده وتقدر تكسب وعندك نفس الشخوص موجودة على فكرة. عندك صلاح محسن وعندك جميع بتاع، عندك محمد شريف مثلا. صلاح جاب جول حلو جدا. محمد شريف موجود، الناس اللي هي شاركت في المباراة دي. هقول لك ال 20 اسم اللي اختارهم الجهاز الفني: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، سعد سمير، كوليبالي، وأيمن أشرف، صبر الرحيل، أحمد علاء، أكرم توفيق، ندفد، وحسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، اسلام محارب، محمد شريف، احمد الشيخ، حمودي، ومروان محسن، وصلاح محسن. دول العشرين اسم اللي اختارهم الجهاز الفني لهذه المباراه الهامه جدا. يعني كابتن ماهر، الاجيال او مشكله الاجيال دلوقتي اللي زعلانين قوي على النادي الاهلي، عندهم مشكله كبيره جدا ان هم من اول ما اتولدوا لغايه سن 14 سنه يعني الاهلي ضاعت منه بطوله او اثنين، فهم اتعودوا دايما على الانجازات وتعودوا دايما على الاهلي ما بيدخلش بطوله غير لما ياخدها، فهم معذورين. عندهم ثقافه ان الاهلي دايما بياخد البطولات، هم ما يعرفوش الاهلي ممكن يخسر بالظبط. فدي هنعالجها ازاي؟ هو جمهورنا بقى كده ميدو، خد بالك جمهور النادي الاهلي الحالي ما عندهمش ثقافه، ما يعني صعب انك انت تكسر بطوله، واخد بالك؟ بيبقى يعني زعلان. في حين في اجيال ثانيه بقى كابتن اسامه بتفرح لخساره الاهلي او تعادل الاهلي برضه. هم تعودوا على كده ان فرقهم ما بتبقاش مصدر سعاده، فبيفرحوا في الاهلي ان هو لما يخسر او يتعادل. بالظبط. مشكله مش عارف هنعمل ايه. عايز اقول لك ان احنا طول عمرنا ان الاجيال بتسلم بعضها في حته الانتصارات، فعملنا قاعده كبيره جدا طبعاً. يعني عايز اقول لك ان جماهيرنا، لينا جماهير في اسماعيليه، في قلب اسماعيليه اهلاويه بشكل كبير جدا، لينا جماهير قاعده في المصري بشكل كبير جدا، في السويس نفس الكلام، الحتت اللي كانت ممكن يكون ليها يعني جماهيريه زملكاويه شويه، لكن دلوقتي في كل مكان بالنسبه لجمهور مصر والنادي الاهلي. عايز اقول لك يا ميدو، يمكن قناه الاهلي امبارح او اول امبارح جابت لقطه جميله جدا، طوابير على التذاكر للجمهور المصري، جمهور النادي الاهلي وجمهور المصري اللي هو طبعا ولادنا اللي موجودين في الامارات، اللي هم مستنيين ومتشوقين للنادي الاهلي وصوله، يمكن بيشجعوه في التدريبات، يمكن النهارده موجود تدريبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيشجعهم بشكل كبير جدا ومساندهم. ان شاء الله يوم الخميس هيكون الاستاد في الامارات، عايز اقول لك هيكون مليان، وكل الجماهير بالزي الاحمر، بالاعلام، بالتيشيرتات، مسانده للنادي الاهلي في مباراته مع الوصل. احنا بالنسبه لنا كجهاز فني يا كابتن ميدو، قفلنا الملف بتاع البطوله الافريقيه، دلوقتي فتحنا ملف البطوله العربيه. النادي الاهلي يهمه انه يكسب المباراه ديت عشان يوصل لدور الثمانيه. عايز اقول لك ان مستر كانتلون والجهاز الفني اتفرجوا على عدد شرايط لنادي الوصل بشكل كبير جدا، 10 مباريات، ويمكن اخرها مباراه الدوري اللي فاز فيها الوصل باربع اهداف مقابل هدفين. ويمكن كمان اللعيبه البرازيليين اللي هم المميزين، الثلاثه المميزين اللي في خط هجوم الوصل، هم يمكن سجلوا الاهداف منهم ضربتين جزاء. الجماهير هي كابتن مير زي ما حضرتك بتتكلم في ملعب التمرين. يعني مخرجنا طبعا يعني سمير متابع معانا بشكل جيد. سمير وكاشا مظبط الدنيا. يوم الخميس يا كابتن ميدو هتلاقي المدرجات دي كلها مليانه ان شاء الله باذن الله مسانده فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك ان مستر كارتلون ان شاء الله بيتكلم وبيحضر اهم حاجه في الجزئيه انك انت تطلع اللعيبه من المرحله الافريقيه لمرحله البطوله العربيه، العامل النفسي ان هو الدوافع اللي بيغرزها في لعيبه النادي الاهلي، بيحفزهم كشخصيه البطل اللي موجوده في الاداره، اللي موجوده في الجهاز الفني، اللي موجوده في اللاعبين، اللي موجوده في جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله هتبقى البدايه من مباراه الوصل بشكل كبير، عندنا ثقه في كل اللعيبه اللي انت ذكرتهم، ال 20 لعيب اللي انت ذكرتهم يا كابتن ميدو بشكل كبير، ينقصهم طبعا اللعيبه المصابين اللي احنا افتقدناهم، 4 لعيبه مصابين، احمد فتحي ومعلول واجايه ومحمد نجيب، برده كانوا بيضيفوا اضافه وخبره بشكل كبير جدا في تيم النادي الاهلي. يهمنا ان شاء الله باذن الله ان المباراه ديت نصالح بيها جمهورنا باذن الله، وتبقى انطلاقه لكل التغييرات اللي بتحصل من خلال الفتره اللي بيفكر فيها كابتن محمود الخطيب، اللي بيفكر فيها لجنه الكوره، اللي بيفكر فيها كابتن سيد عبد الحفيظ، حتى اللاعبين ان شاء الله اللي احنا هيبدا الاختيار من خلال المرحله الشتويه، مرحله يناير، هيكونوا لعيبه على اعلى مستوى اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن اسامه، مباراة مهمة جدا، مباراة الجماهير بتستناها، مباراة
مش هنقول سهله، المباراه برضو فريق كويس قوي اتكلم عليه محمد يوسف وكالتيرون، هم فريق كويس قوي. هي مباراه مهمه طبعا يا كابتن ميدو، وجاي اهميه المباراه انك انت خساره اللقب الافريقي، خساره النهائي الافريقي امام الترجي، وجايه كمان تتمثل انها بطوله ثانيه، فدي اهميه المباراه. النادي الوصل الاماراتي انت ما كنتش محضر المباراه الاولى بشكل كويس نظرا انك انت كنت رايح مباراه الترجي، فكان عندك في اهتمامات او اولويات في بالك وقتها، تفكير اللي هو تفكير كان البطولة. الاولويه للنهائي بالظبط، فانت النهارده لازم يبقى الدوافع عند اللعيبه بشكل قوي جدا، فضيت دماغك بقى النهارده. لا ده انا النهارده لازم بعد خساره اللقب ازاي اصالح جمهوري بالظبط، ما ده لازم يكون تفكير اللعيبه الاول بالظبط، لازم تفكير الجهاز الاول ازاي اصالح جمهوري، ده الشيء المهم جدا النهارده عشان ارجع لغه المكسب تاني ولغه الانتصارات وامام الوصل، وانا بلعب النهارده مباراه قويه. سيبك من الوصل ماشي وحش في الدوري الاماراتي او في ترتيب الجدول او ترتيب المسابقه بالنسبه له حاجه، وعنده مشاكل فنيه او عنده تغيير في الجهاز الفني، لكن هتبقى مباراه طبعا في ارض الملعب 90 دقيقه هتبقى مباراه قويه جدا. لو الاهلي كمان يا اسامه يعني بدي دوافع الفرق اللي بتلعبه دوافع غير عاديه، هتلاقي كمان الوصل بحضر المباراه تحضير قوي جدا بالزبط. عارف انه بيلاعب النادي الاهلي، حتى تصريح حسن عبدول او عبدول المدير الفني للمدير الفني للوصل قال لك برغم خساره النادي الاهلي امام الترجي والنهائي الافريقي لكن عارفين قوه النادي الاهلي، فهو هتلاقيه محضر لك تحضير كويس، فلازم يبقى الدوافع تحضير النادي الاهلي في المباراه دي تحضير قوي جدا. ان شاء الله هيكون، يعني احنا لو بنتفرج على المباراه الاولى كانت الجماهير هنا ما كانتش موجوده في مباراه برج العرب، هناك هيكون في جماهير كبيره جدا، يعني مش هتلاقي مكان في الاستاد، وهتلاقي زي ما الكابتن شريف والكابتن هاني بيقول هتلاقي 80% و70% هناك من الجماهير جماهير النادي الاهلي بالزبط. هيكون في الموازنه، لكن لازم اللعيبه بقى تكشر بقى عن نيابها، لازم اصالح جمهوري. انا والله يا كابتن ميدو بفكر من دلوقتي يعني لازم شريط بتاع مباراه مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، اللقطات اللي احنا شفناها كلنا من الجماهير النايمه في الشارع، جماهير الطوابير اللي كانت في اسكندريه اللي رجليه مكسوره واقف مستني التذكره، لازم اللقطات دي دايما تتجمع في سيديهية كده او في شريط، دايما تبقى في اوضه اللبس بتاعت اللعيبه، انا معاك دايما يبقى ليا هدف كبير. هي دي الدوافع. خلي بالك احنا لما كنا مع مانويل جوزيه اول سنه في 2005 واحنا بناخد بطوله افريقيا كان دايما لينا هدف لينا طموح، عايزين ناخد بطوله افريقيا، كل واحد فينا ما خدش البطوله دي، كل واحد عايز يحقق تاريخ لنفسه. طب خدناها 2006 ما انت خدت المفروض تريح، لا في دافع جديد خلق جديد، الدافع ان انيمبا خدت البطوله مرتين ورا بعض سنتين ورا بعض فانا عايز اكسر الرقم بتاع انيمبا او عايز اتساوى معاه، فبدانا كلنا نشتغل بالهدف ده. فانت لازم يبقى دايما عندك الدوافع كجهاز فني كلعيبه، لازم تجدد دوافع جوه، تجدد دوافع حاجه مطلوبه. فانت النهارده مباراه ببطوله عايز ارجع ثقتي تاني كجهاز وكلعيبه، ارجع الجمهور ورا، فليها المكسب هيبقى ليه 1000 يعني 1000 معنى او 1000 فرح او 1000 فرح وليه حاجات ايجابيه كتير. فمهم جدا ان اللعيبه لازم من بدايه المباراه خاصه ان انا النادي الاهلي محتاج يكسب، وان شاء الله يعني اللعيبه يعني قادره باللعيبه اللي عندنا، في عوده وليد ازارو هيكون موجود في المباراه ما لعبش المباراه، في وليد سليمان هيكون موجود، في محمد شريف، يعني في عناصر ان شاء الله، دخول سعد سمير، انا بكلمك عن الناس اللي ما لعبتش مباراه الوصل الاولى. فان شاء الله يعني النادي الاهلي يعني نبارك له بعد المباراه ويقدم مباراه قويه يستعيد لغه الانتصارات مره اخرى ان شاء الله. يا رب محتاجين المكسب ده يا كابتن شريف قوي زي ما قال اسامه وماهر، شيء معنوي، وبعدين بطوله غاليه، مش بطوله غاليه بجد يعني. وانت لو انتصرت في البطوله دي وربنا عوضك عن الاخفاق اللي حصل في افريقيا في الفاينل، يبقى ربنا كان بيحضر لك حاجه اكبر، بيحضر لك حاجه برضو انت في حاجه انك انت تخوض فيها وانك انت تكسب فيها وانك تعمل فيها اسم كبير يعني. بطوله العرب السنه دي مش سهله يعني، فيها اقوى الفرق كلها انت هتعدي من الوصل، هتلاقي عندك الوداد وعندك الزمالك وعندك في تونس ثلاث فرقتين كمان ولا ثلاثه، عندك فرق ده انا بسميه كاس عالم العرب يعني او كاس عالم. لا بس البطوله الافريقيه برضو بطوله الرجاله مش قد البطوله اللي هي معموله السنه دي، البطوله الافريقيه لها طعم تاني وليها شكل تاني. احنا بس عشان التاسعه ومن السنه اللي فاتت بنوصل فاينل وبنعمل برضو حلوه حلوه ان احنا ايه نبقى بنكشر عن انيابنا في الحته بتاعتنا دي ملكنا طبعا. ما بتكلم في كده، انت بتتكلم في شيء يخصني ما تاخدش مني بالظبط، انا اطلقه بمزاجي بالزبط. انما هو ما يتجوزش على اي حد تاني هو ده. فهنا احنا عايزين بقى نتجوز البطوله العربيه.
عايزين يبقى لنا وجود. خد بالك البطوله العربيه ليها مناطق كده ليفلز وما فيش. انا بقول لك بصدقني هننسى حكايه افريقيا واحنا بنحضر لافريقيا الجديده باذن الله بالتنظيم الجديد بتاعنا كله. يعني في تنظيم كمان جديد اعتقد ان احنا يمكن حسينا ان احنا لازم نهتم. ودي برضو هرجع لك اقول لك بص دي اللقطات دي والله بجد لازم دي تتحط في شريط او سدايه وتتعرض كل يوم في التلفزيون في اوضه اللعيبه. لازم اللقطات دي تتحط. لازم يبقى عندك هدف خلال مشوار البطوله الافريقيه اللي جايه خلال متبقي من الموسم يا كابتن شريف. لا انا بمشي وسطيهم. لا انا وانا ببقى رايح برج العرب بروح اقف اتصور معاهم وامشي وسطهم واصورهم وبتاع واطلب منهم ان احنا ما نتجاوزش عن خلينا بنشجع الاهلي بس. وفي منتخب مصر نفس القصه بتكلم معاهم تشجيع بس. عايزين نشوفكم على طول موجودين في الملعب. عايزين نشوفكم على طول موجودين في الملعب. مش عايز اتحرم منكم تاني كمان. انا مش عايز اتحرم من جماهير النادي الاهلي. اسره الاهلي يا شريف كمان مش عايز اقول لك اطفال وعائلات والراجل واخد العيله معاه بمراته بخمسه سته اطفال بثلاثه باربعه غير بقى الشباب اللي هم جايين من الجامعات من هناك والجامعات من هنا وحركه المسيره كمان القطارات اللي ابتدت تطلع لغايه برج العرب بينزلوا بيعملوا في محطه هناك. الامن ابتدى طبعا يتعامل معاهم بشكل جيد جدا وابتدى خلاص بقى اللغه اللي هي كان فيها حساسيه قبل كده انتهت خلاص ولادهم. وباتت ان جماهير الاهلي هي من الجماهير المحبه للرياضه ومحبه لناديها فقط. يعني ما فيش حاجه اكتر من كده. احنا تجاوزنا عن حاجات كتير قوي. كان المكسب بتاعنا كان يعني يزودنا كاس في دولاب. انما المكسب اللي احنا شايفينه ده هو اكبر واغنى للاعبين اللي قال عليهم مسامة. لازم يكون عندهم احساس بهذا الشكل وبهذا الكيان. هنحقق باذن الله مكسب كبير في الامارات لان احنا محتاجينه كلنا واكتر ناس محتاجاه الجماهير الحقيقه. يا جماعه يعني والله العظيم ده طلب رسمي يعني طلب ريكويست من جماهير الاهلي للاعيب النادي الاهلي. هو الناس يا كابتن يا كابتن شريف يا كابتن اسامه يا كابتن ماهر الناس او الجماهير مش عارفه ان كل النادي في النادي الاهلي بيحبهم قد ايه. دي حقيقه والله العظيم. يعني احنا في قناه الاهلي همنا الاول بعد رضا ربنا ان احنا نرضيكم. يعني انا قلت قبل كده ان احنا قناه عشان ترضي جماهيرها. النادي الاهلي بيعمل كل حاجه عشان يرضي جماهيره عشان الصور اللي احنا بنشوفها وعشان عارفين قد ايه انتم مخلصين وبتحبوا الاهلي بدمكم قبل قلبكم كمان. يعني ممكن تعملوا اي حاجه عشان الاهلي يكسب. انا مش عايز اقول لك انا عندي خناقه على الفيسبوك والله العظيم يا كابتن شريف. انا بيكلمني الجماهير على الفيسبوك وسام بيتخانقوا معايا بيحطوا لي تشكيلات ولاعيبه تمشي ولاعيبه تدخل. خلاص الجماهير فعلا بقت كل حاجه والسوشيال ميديا كمان يا اسامه كل حاجه دلوقتي. الاهلي بقى في الدم. يعني انا ما كنتش متوقع بصراحه ما كنتش متخيل ان احنا ممكن نوصل لدرجه ان احنا لا هو صاحب السعاده كمان بجد. هو صاحب السعاده الاهلي هو صاحب السعاده. اقول لك على حاجه احنا خبره كل شويه اللعيبه بس بتتذكر ان في ناس بيموتوا عشان يشوفوا بالظبط وماتوا ناس بيموتوا وناس وماتوا. يعني عايز اقول لك على حاجه هو احنا مش خبره كلنا وفي الملاعب واللي بينزل الملعب اسهل من اللي بيتفرج وعارفين القصه دي كلها بكتير. انا قعدت 3 ايام مش مصدق مع ناس كتير قوي ان احنا فقدنا البطوله. مش مصدق ومش مع كلمه ولا نغمه ان اللعيبه اخفقت او اللعيبه ما رجعتش. الواحد بيذاكر في المدرج يوم مباراه المباراه الاولى دي الاهلي والترجي في برج العرب. فمن الوقت عشان يأزر الاهلي واخد ولا الزغير الثاني اللي بعت لمحمد صلاح ده قال له بليز سكور او انا جو هوم اي هاف ماي هوم ورك. يعني ولا اللي بيبكي هات لي جول انا عايز عندي واجب عايز اروح اعمله يا صلاح هات جول بقى خليني اروح. يعني ايه الجمال اللي في اللي موجود في الناس اللي بتبكي كمان ميدو هو اصغر طفل اهو اصغر طفل اهلاويه وخبره شايل علم النادي الاهلي. يعني مصدر السعاده النادي الاهلي فعلا مصدر السعاده للشعب المصري بانتصاراته وتواجده ولاعيبته اللي بيشرفوه في كل مكان. بتتكلم يا كابتن ماهر يعني هي الناس الناس مش عارفه فعلا قد ايه الناس في الاهلي بيحبوهم قد الناس في الاهلي خايفين عليهم. زي ما اسامه قال الكابتن الخطيب كان مستحمل حاجات كتير جدا عشان يفضل عايز يرضي كل الجماهير الاهلاويه عايز يرضي زي ما الكابتن شريف عايز يرضي جيله وعايز يرضي. مع ان الموضوع ده يعني الكابتن الخطيب بيتعامل بقلبه ودي مشكله. خلي بالكوا دي مشكله كبيره جدا ان الكابتن الخطيب بيتعامل بقلبه قوي قوي مش عايز يزعل حد خالص وعايز يرضي كل اللي حواليه. لكن هو ده المحب الحقيقه للنادي الاهلي. وان شاء الله الفتره اللي جايه هتشوفوا ان شاء الله هتشوفوا حاجات كتير جدا كانت تطلع في وقتها. لكن الهزيمه عجلت شويه مش عايز اقول مشاكل بس عجلت شويه ان احنا نبدا نقول الاهلي والاهلي اتهز والاهلي والاهلي. لكن زي ما احنا شايفين وبنشوف اللقطات اللي قدام حضراتكم لازم اي حد في الاهلي لازم يخاف عليكم ولازم يبقى عايز يفرحكم. والاهلي الحمد لله يا رب مصدر فرحه
حتى انا قلتها قبل كده. بص بص يعني بص المهاره، بص المهاره، بص الحلاوه، بص المهاره والحلاوه والاداء والشكل. ما حاجه تسكتنا ما نتكلمش والله. يا سمير طب والله يعني يعني ادي الاسره الاهلاويه اللي بقولك عليهم، الاسره الاهلاويه. ولا زعل الجماهير بعد البطوله الافريقيه يا جماعه؟ والله العظيم الدنيا مش كده يعني. ماشي زعل مش طبيعي وزعل غريب وناس بتموت وناس مش ممكن، بس خلاص هي الحياه بتستمر. انت ما توقفش خلاص عن بالظبط خساره بالزبط. ممكن يبقى بعد الخساره بتبدا بقى تصليح، بس هم معذورين يا استاذ، تصحيح مسار. هم معذورين يا استاذ، ممكن الخساره برضو بتديك دفعه لحاجه افضل. هم اتعودوا على ان انت تكسب على طول. ما انا لسه بتكلم مع كابتن مهدي، اتربينا على كده مش تعودنا يا كابتن. لا كمان انت على تربينا ان احنا التعادل ده مش رجلنا، التعادل ده مش رجلنا. بص يا ميدو، الخساره وارده في الكوره. ما احنا كنا في جيلنا برضو بنكسب بطولات واكيد كنا بنخسر يعني، بس انت خليك دايما وانت بتخسر وانت خارج جماهير برضو الجماهير الاهلي واعيه، ممكن برضو تحييك وانت خسران. طب ما احنا في 2007 خسرنا بس اللقب الافريقي في استاد القاهره وسط جماهيرنا، وانت خارج جماهير بتحييك. مباراه العرجون انت ظلمت ظلم باين يومها، بغض النظر الجماهير بتحييك، بس انت وكل لعيب خارج الملعب لازم يكون مادي اللي عليه. كل لعيب في الملعب تعب، كل لعيب لعب داخل سد. الجماهير خلي بالك واعيه عارفه، بدل وصلت للدرجه دي خلاص الجماهير حتى لو بتخسر بطوله الجماهير بتسقف لك وبتحييك وانت خارج. هو كان في حاجه مش طبيعيه يوم المباراه دي، في حاجه ما كانتش طبيعيه يعني. عمر اللي حصل في مباراه الترجي في تونس ما هيحصل تاني. عمركم ما هتشوفوا النادي الاهلي، وانا متاكد وواثق من الكلام، عمركم ما هتشوفوا النادي الاهلي بهذا الشكل مره ثانيه خالص. بص خلي بالك، هي مباراه مفهوم الترجي والاهلي، والترجي هناك كان ليها اجواء مختلفه تماما. خلي بالك انك انت كان وقتها ان الاتحاد الافريقي طلع لفظ قبل المباراه بساعات على كارتيرون انه متواطئ، لفظ بقول لك لفظ كبير جدا انه يتقال في الكوره. حتى انا كنت هنا في استوديو قناه الاهلي وقلت ازاي يبقى الاتحاد الافريقي يطلع كلمه متواطئ. انت عارف مين المتواطئ؟ المتواطئ اللي يشوف مباراه الترجي واول اغسطس ويشوف الحكم بيحسب هدف صحيح وما يطلعش بيان ولا يديني الحكم ولا يتكلم في هو ده المتواطئ. المتواطئ اللي يشوف احداث الترجي التونسي وقتها والنجم الساحلي واحداث الشغف في ملعب الترجي في وما يطلعش اي عقوبات على الترجي. هو ده المتواطئ. المتواطئ لما يبقى فيه عقوبه على الترجي في مباراه اول اغسطس والترجي وقفل المدرج وبعد كده يفتحه، هو ده المتواطئ. النهارده الاحداث بتعيد نفسها. شوف بعد البطوله ما خلصت، النهارده الاتحاد الافريقي لسه النهارده بدا يفوق ويشوف الحكم الزامبي سيكوزي ان هو في شبهه تلاعب وشبهه رشوه وشبهه. طب ما فين الكلام ده؟ لا هم صراع. طب ما كان اشمعنى صراع على وليد ازارو؟ لا هم اشمعنى كانوا صراع على كارتيرون في الحكم عليه؟ اشمعنى كانوا صراع ان يرجع المدرج تاني للترجي؟ دي سبرنتات على طول، يرجع تاني للترجي. خلي بالك يعني لا، وبعدين كمان صراع ان هم كمان وقفوا الحكم بتاع الجزائر، حكم مهدي عبيد، وقفوه لك كمان بس بعد 9 ساعات النهارده. يعني هم خدوا قرار وبعد كده افتكروا ان في حكم. لا خلي بالك الموضوع مختلف، الموضوع مختلف في حاجتين. انت النهارده ممكن اوقف حكم ادار لقاء بشكل سيء، شاف تقديرات معينه، لكن النهارده ان انا اوقف حكم علشان شبهه رشوه، لا ده الموضوع مختلف تماما. بقول لك يا اسامه، النهارده الحكم اللي كان الاهلي والترجي في 2012 في 2012 شايف انرامو اللي توقف بعديها، لا ده انت يبقى بقول بالايد يعني، النهارده يبقى في علامه استفهام. انا عايز اقول لك عند الترجي التونسي مع الحكام لازم ترجع من اجمل موقف. بس استنى، وانت خسران مباراه الوداد السنه اللي فاتت في النهائي الافريقي ازاي؟ الحكام برضه خسرانها هنا وهناك بالحكام. ما انت مش فاكر ده انا كنت قاعد في الاستوديو، الراجل زق وليد ازار، انا خبطت في الترابيزه من الزقه اساسا. ده في كره في الاخر، ضربه جزاء، ضربه كره في الاخر، وانت ممكن تروح بيها على الجون وتبقى جول، راح تبقى فاول بره عشان يخلص شطه الكوره. فانت بتتكلم بقى في حاجات. انا بقول لك النهارده توقف الحكم الصبح، بالليل راح موقفين حكم الاهلي والترجي في مباراه الذهاب عشان انت، ما هو في شبهه تواطؤ او شبهه زي ما انت بتقول. انا شايف الموضوع توقف 3 سنين وبتاخد انت البطوله. الموضوع ما يبقاش فيه تحرك يعني زي ما الناس بتقول تحرك من النادي الاهلي بس، لا ده انت النهارده لازم يبقى فيه تحرك من وزاره الشباب والرياضه، لازم كرة. تحرك من اتحاد الكوره المصري، زي ما هناك اتحاد الكره التونسي يتحرك، لازم اتحاد الكره المصري لازم يتحرك. النهارده دي حقوق انديه ولازم يدافع عن انديه. انا دلوقتي استنى بس، اتحاد الانديه بتمثل مصر، حقوق انديه بتمثل مصر، لازم يبقى في مش في الدوري العام تحرك على مستوى كل الاصعده يا كابتن، مش النادي الاهلي بس.
يعني ده النادي الاهلي، اتحاد الكوره، وزاره الشاورة، لازم تحرك دوله في بطوله زي هم شايفين النادي الاهلي دوله لوحدها، ونستفاد بقى من الاخطاء دي. هم هم بيشتغلوا لغايه عندك اصلا، يعني انك انت نفسك انت بقراراتك بالسيستم بتاعك ما اعرفش انك دوله، ودوله كبيره، فهم دايما بيبصوا لك ايه ده انت هترجع لي عشان انا اقف جنبك في قرارات، لا انت اقوى من ان انا اعمل كده. وما انا عايز بس اسال حاجه واحده بس عشان اقفل الملف ده. الناس اللي كانت بتحلل الماتش يوم الماتش اللي كان في مصر هنا، وكانوا بيقولوا ان الفار تحت الحكام بيقولوا للحكم الكره مش ضربه جزاء، وانت بتدي بتعاند وبتدي ضربه جزاء، هو انا مش فاهم ايه اللغه دي عشان الناس بس مستثاره جدا. هو الفار ده مفتوح على الهوا كده بيقولوا ايه وهم قاعدين في الاستوديوهات؟ لا لا، معاهم حقوق كل حاجه، ان هم بيسمعوا حتى كمان اللي بيتقال في الفار هناك. طبعا. متاكد؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا مش ممكن، ده سر، ده حاجه ما كانش ليه في الوضع، دي حاجه المفروض ما تتعرضش الا على الاتحاد الافريقي. بس انا عشان شريف حكم مهدي، انا هتجنن اصلا. يا عبد الحميد، يا كابتن عبد الحميد، مهدي بن عبيد في مباراه الاهلي والترجي هي وجهه نظره، رجع للفار، هم قالوا له ممكن ضربه جزاء مش ضربه جزاء، هو رجع لوجهه نظره. زي مباراه بالظبط مصر والسعوديه في كاس العالم، مش هو الحكم حسب ضربه جزاء قالوا فار مش ضربه جزاء، راح شاف هو من وجهه نظره حسبها. الوضع مختلف ما بين مهدي بن عبيد وما بين وبعدين سامع طريقه التداول في اللقطه. احنا خرجنا عن الموضوع بس اعذرونا، يعني طريقه التداول في اللقطه هو بيقول له لا ارجع شويه، بص في تلامس، لا بص، يعني الراجل بيحلل حاجه هو شايفها وبناء عليها هو حكم ان في ضربه جزاء. ده بينه وبينها ثلاث اربع خطوات بالظبط. ضربه الجزاء الثانيه انا قلت قبل كده، انا اتكلمت في الموضوع ده، ضربه الجزاء الثانيه كانت عباره عن لعبتين، وطبعا التحكيم بياخد لعبه بلعبه، مش بياخد اللعبتين مع بعض. اللعبه الاولى لما وليد ضرب المدافع عشان بيمسكه، لا هو ضربه يا سيدي، هو ضربه وهو خلاص، هو ضربه، هو ضربه. اللعبه الثانيه لما وليد ازاروت شد، هو الفار قالوا للحكم ان في شد في ال 18، الحكم راح شاف لقطه الشد، بناء عليها حسب ضربه جزاء. لو كان شاف اللقطه قبل دي كان هيحسب فاول على وليد ازارو، لكن هو شاف دي، كان ممكن بعد كده لو عايز يطرد وليد ازارو يطرده، بس هو حسب ضربه جزاء صحيحه جدا وشد، لكن خلاص يعني خلاص بقى احنا مش خلي بالك. لا خلي بالك، اصل هو قرارات الاتحاد افريقيا كانت وقتها سريعه، سريعه بقول لك، سرعه جدا، سرعه. خلي بالك كان في تحركات حصلت، في تحركات حصلت غير عاديه في قرارات زي دي في 48 ساعه. احنا عايزين نتعلم بقى من الحاجات دي يا شريف. هو اسامه قال لي يا كابتن ماهر، كابتن شريف اسامه حسني قال المنظومه الرياضيه، مش النادي الاهلي بس، يعني التحرك يبقى من المنظومه الرياضيه ككل، يعني مش الاهلي بس، يعني نتمنى ان شاء الله. ده جايب سمير جايب لنا استقبال الجمهور، ده جمهور الاهلي طبعا، واضح ثالث كاس العالم للانديه باين يا اسامه. طبعا واضح، جمهور النادي الاهلي بالظبط. يعني كابتن، يعني اسامه حسني قال ايه؟ قال ان بصراحه لازم كل الاطراف تتحرك. طبعا لان انت بتمثل مصر، ولا يا كابتن شريف؟ طبعا انت بتمثل كل واحد ليه اهداف. اول اغسطس عملوا النهارده الاتحاد الانجولي بيساند فرقه اول اغسطس، وعملوا شكوى للاتحاد الافريقي وقال لك النهارده هيتحرك على المستوى الدولي بالنسبه للاتحاد الافريقي. لا هو انت بقى، انت اصل انت اتكلمت في نقطه انا ما كنتش عايز اتكلم فيها يا اسامه. انت في فرق تمام، احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا. يا سمير، بنتكلم في كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن ماهر، ان في فرق بين ان انا يبقى في شبهه تواطؤ او شبهه رشوه، وفي ان انا اخطات في قرار. شبهه التواطؤ او الرشوه دي بتخلي النادي يتوقف 3 سنين وبتسحب منه بطوله، او لو كان في الادوار الاولى بيطلع من الدور الاول والفريق اللي كان بيلعب هو اللي بيكمل الدور الاول، لو الدور الثاني نفس الكلام لغايه لما بيوصل لنهاية البطوله. لو في شبهه تواطؤ او شبهه رشوه الفريق ده بتشطب او بتوقف 3 سنين من الاتحاد الافريقي ان هو ما شاركش في اي بطولات افريقيه، والبطوله بتروح للفريق اللي كان بيلعب لو في شبهه تواطؤ او رشوه. لكن لو في بقى هو الحكم من نفسه متعمد ان هو يحسب ضربه جزاء او مش او غلط في قرار، اهم حاجه يبقى بعيد عن التواطؤ او رشوه. يا ريت، ده احنا لو عايزين نعمل اجتماع مجلس اداره مع بعض احنا الاربعه كده، هنكلم بعض في اسبوعين قبل ما نلاقي بعض، دول اتلموا في 5 دقايق مع بعض. ده هم شطار. الجديد كمان يعني اللي يخليك بقى يعني تتجنن، انت وقفت النهارده الحكم سيكازوي الزامبي، وقفت النهارده الصبح بعد 10 ساعات افتكر ان هو يوقف حكم الاهلي والترجي الحكم مهدي عبيد. طب هو ده يعني انتوا ادونا عقلكم يا جماعه، احنا ما عندناش عقل، ما بنفكرش، يعني فكرتوا فيها ازاي؟ يا جمال
بصراحه مش اللجنه منعقده بصراحه، يعني مش اللجنه منعقده وبتبس في وبتبت في الحالات كلها. ده كان واقف لك لعيب، لو كتبت القرار اطلع بالقرارين مره واحده بالظبط، انت قلت وبعد كده سددت عشان كمان. لا رد الفعل كان سريع جدا من الجماهير على السوشيال ميديا. انت عارف طبعا الاهلاويه قاعدين بقى على السطح والله، زي ما انت بتقول لو انت عندك لجنه انذار، هو انت لو قطعت الفانيلا في مباراه هيطردك ولا هيديك انذار؟ حكم ولا هيطردك ولا هيديك انذار؟ لو انت رايح وانت بتلعب عامل ايدك كده في عصبيه، هتاخد طرد ولا هتاخد انذار؟ ايه دفعت من ولا ما تهليش فيها حاجه، دول وقفوه الماتش عشان ما يروحش خلاص، مش هنتكلم تاني بقى. يعني ده الراجل تعصب على نفسه وما اذاش حد واذى نفسه. عندنا لعيب مجنون يا سيدي، انا مش فاهم انا. عندنا عنده حته كهربا شويه زياده، صعبان عليه نفسه انه بيتشد وبيتضرب ورقبته كلها ضوافر. شريف يا مان قول للناس الضوافر اللي حصل قبل كده في الرقبه دي، اللي الضوافر دي كابتن حسن شحاته لما جاب جول في نادي اسكو فاكر؟ حصل كابتن حسن شحاته كابتن مصر يعني راجل قطع الفانيلا. هما بيقولوا ان ازارو قطع الفانيلا عشان ياثر على الحكم، مع ان الحكم كان واخد قرار اساسا اثر على الحكم، الحكم راجع بيعمل كده وبعدين الراجل ده بيعمل ايده كده يعني، واثر عليه بعد الفار اثر عليه بعد الفار. لا انا عايز اقول لك على حاجه، في حاجات احنا بنشوفها احنا مقصودين بيها، يعني احنا كلنا كنادي اهلي في كل سنه بنوصل فاينل زي ما يكون هيتجننوا مننا، اللي واحد عايزها في الكاميرون شويه، واللي عايزها في انيمبيا دي، ولا اللي انتوا بتتكلموا عنها، كل واحد حتى توزيعة بطولة افريقيا، ده احنا لسه كنا جايين من الكاميرون، راجعين الكاميرون نروح نلعب هناك تاني، يعني في حاجات بتتوزع. الله يمسيه بالخير بقى عيسى حياته، يعني هقول لك ايه، هو الشجره المثمره دايما كده، والبطل عامة كده يا شيخ، والبطل دايما حط كده بعد الانظار عليه يعني بيليه. ماشي احنا نتكلم كده بسرعه جدا، لان احنا خلاص وقتنا يعني 5 دقائق. كابتن ماهر، ممكن كالترون يدفع بعناصر جديده للمباراه اللي جايه؟ يعني انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نثبت بقى ميدو، يعني عندك يعني محمد شريف، محمد ناصر ماهر، محمد الشناوي في حراسه المرمى، يعني بالنسبه للاسماء اللي موجوده قدامنا هيبقى الشيخ ناحيه الباك رايت، احنا عندنا مشكله احمد فتحي، وكمان يمكن هاني محمد واخد كدمه، هيبقى كريم النهارده. انا عايز اطمنكم على حسام عاشور يا جماعه، على اذن كابتن ماهر، حسام عاشور كان اتصاب بكدمه امبارح وخلاص، واعتقد ان هو اتصاب النهارده بكدمه وبكره نزل التمرين، يعني حسام عاشور فما فيش مشكله ان شاء الله. هو هيبقى كولوبالي وخبلاف في قلب الدفاع، وهيبقى سعد سمير، وهيبقى ايمن اشرف. طب ما تلعب 3 4 3 ما احنا بص يا شريف، احنا واخدين على عايز بس طريقه السؤال، هل ممكن يضيف اسماء جديده في المباراه؟ خلي بالك يعني ممكن، انا شايف يمكن كريم نزفيد اهو اضافه كريم لما نزل مباراه الترجي كان بروح غريبه كده، حسينا بروح غريبه بالنسبه له اضافه من بدايه المباراه، مش تغييره يعني. نزفيد دايما كابتن عيد التوتات اللي بيلعب فيها بتبقى توتات صعبه، يعني محتاج فرصة أكبر، لازم يؤهل نفسيا يعني. لا، وبيلعب دايما في ظروف صعبة، بالدفع هو اللي بيدفع ثمنها يعني. هو اللي بيدفع ثمنها، مع انه مباراة الترجي الدقايق اللي نزلها تحس ان هو عايز ياكل النجيلة. ليه ماتش بتاع ناشئين خلي بالك برضه في دخول ناصر ماهر، اتمنى بقى ناصر ماهر يعني تم عقابه بشكل كبير وقت طويل. طيب انا ما كنتش مع العقاب ده بصراحه، بس ماشي يعني ممكن اخصم منه ماديا، ممكن اقرص ودنه في كم مباراه كنت محتاجه، لكن ناصر ماهر كان بيلعب دور اللي دور كان بيلعبه وليد سليمان، لما وليد سليمان كان بيغيب عن الحته دي كنا بنحس ان في نص الملعب مش قادر تربط الخطوط ببعضها. في الوقت اللي احنا فيه الاستشفاء بتاعنا ده، المستشفى بتاعت الاهلي، محتاجين كنا لعيب واحد زي ناصر ماهر ده يعوضني بعد الشيء. هو ده اللي كان الدور اللي بيلعب بينا وليد سليمان. واحمد حمدي فين؟ ادوا الناس دي بقى شويه. بص يا شريف، هو صعب يا ميدو، التغييرات هتبقى محدوده. لا لا، في العموم يا كابتن مش محدوده. انا شايف ان كريم نيدفيد هو الوحيد اللي ممكن يخش على المجموعه المكونه من الشناوي، كولوبالي، وسعد سمير، وايمن اشرف في نص الملعب، المدافع عاشور، والسوليه، وبعدين الثلاثي مصاب يبقى هشام محمد وهيبقى محارب، يعني وليد سليمان وحمودي. قصدك على كريم وازارو بس؟ يعني وهشام محمد ايه؟ ازارو ولا صلاح محسن ممكن نديله؟ نفسي واحد ينطقها مره يقول لي ازارو. طبعا عندك طب ما تقول انت، نفسي واحد يقول الاثنين صلاح محسن، متعادل اتنين هنا، انا بقالي قد ايه ازارو وصلاح محسن كابتن شريف. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه،
افرض احنا ربنا وفقنا وروحنا بكره ناحيه اليمين عشان نعمل كره عرضيه، ربنا وفقنا من ناحيه الشمال وروحنا عشان نعمل كره عرضيه وعدت ازارو، احنا عايزين كام واحد في ال 18 عشان ياخد عرضيات عشان يترجم لجوال عشان يخليك عندك الاسبقيه في المباراه وتلعب بارتياحيه لما انت مضغوط بالاثنين اثنين دول. انت امتى هتفكر بالفكر ده اللي لو ما فكرتش بالفكر ده في تونس للاحداث اللي حصلت بجيده كله، وعايز تامن وعايز تلعب 4 3 2 1 والكلام من ده، لما ما بتفكرش بالزياده العدديه في ال 18 عمرك ما هتكسب. العيب مش في الطريقه، عمرك ما هتكسب. العيب مش في الطريقه والله، لا لا عمرك ما هتكسب. العيب عمره ما كان في الطريقه، عمرك ما هتكسب. انت لو بتلعب تحت ازاره، انت لو بتلعب تحت ازاره هتديله انا هقول لك حاجه، عمق هجومي غير عادي. اولا بتوقف تمام، انت بتوقف اللعيبه اللي هي اول خط عندك اللي هو خط الهجوم نضيفه، وبعد كده انت بتوقف الخط الدفاعي الاول عندك، هما الاثنين الهجوميين دول. هو اسامه حسني يقدر يسرق الكره وهي جايه بالعرض الا اذا كان في فلافيو كثافة عدديه موجوده، اذا كان فلافيو هو اللي واخد العين وهو راجل جاي قاطع معاه وبيلعب الكره بدماغه، الاثنين بيستفيدوا من بعض، السويتشات مع بعض، بفتح فرصه لوليد سليمان انه يأدي لي حتى يلاقي الاقي شباك ابص عليه على الحاره تحت، الحاره دي فيها جونين ثلاثه توصلني للدور اللي بعده. انا عايز افكر بالتفكير ده، انا مش عشان العب اثنين كمان يعني. وليد ازارو بيساعد المهاجم اللي جنبه، وليد مش من النوع اللي واقف بيلعب يعني مهاجم سندوزه، لا متحرك، فدايما بيخلق مساحات ممكن تستغلها يعني. وليد صلاح محسن جنبه وليد سليمان جنبه، الثلاثه قدام تقدر أديك تعمل اديك كره، اديك كره فكرك بكره وليد ازارو لما راح وراح لاعب الكره بالعرض في فاق الصيف، هو المفروض حمودي اللي يكون هنا، ايوه اللي هو الباك الوينج رايت ده الهاف رايت هو اللي يكون في حته تحرك الديفندر ده، وليد ازارو ولا صلاح محسن، ولا صلاح محسن هو اللي جاي. وليد ازارو هو اللي بيخلق هو بص شوف شوف سمير ترجم لك الكلام اللي هقول لك حاجه، اقول لك حاجه، هو التحرك بتاع حمودي دي. حمودي لو من ناحيه حمودي هيبقى عندك ازارو ووليد سليمان، انت اللي بتطور في الوقت، هو سمير انت اللي بتطور في الوقت، اه واخد بالك متعب وفلافيو يعني انت متعب وفلافيو تروح ساقطه لمين؟ لابو تريكا اللي واخدها بشماله فين؟ ببطوله بحالها. ايوه انت يعني الكوره ناحيه اليمين عند حمودي بيبقى عندك ازارو ووليد سليمان ومحارب كمان، عندك ثلاثة جوه موجودين في ال 18 ان شاء الله، وهيبقى من ناحيه محارب هيبقى عندك وليد ازارو ووليد سليمان وحمودي. هو عموما يا كابتن ماهر عشان وقتنا خلص للاسف يعني، عموما هو الطريقه ممكن تشكلها زي ما انت عايز، بكره هنتكلم ان شاء الله. لا بكره انا بعد بكره هجيبك على التليفون وتقول انت عايز بعد بكره. نورت وشرفت كده كابتن ميدو، شكرا سامي، نورت وشرفت كابتن ميدو. منتخب مصر لعب بثلاثه، نورت وشرفت يا كابتن شيري حبيبي يا ميدو، مبروك يا ميدو. ولسه ما قلناش على السر، نقوله بقى في حلقه ثانيه. ما انا قلت لك السر العرضيات، اخطر حاجه في الكره دلوقتي في العالم انك تعمل العرضيه من اي مكان، وكورسه من اي مكان، هي دي النجاح. نورتونا وشرفتونا يا جماعه، وما تقلقوش عن الاهلي ان شاء الله، الاهلي دايما كبير ودايما ثابت، ولكن زي ما قلنا الثمره او الشجره المثمره دايما بيحدفوها شويه، لكن الاهلي دايما كبير ودايما ثابت. بتطلع تفاح يا كابتن، بتطلع تفاح ان شاء الله، ما تقلقوش، وان شاء الله دايما الاهلي عند حسن ظن الجميع، ودعواتكم للكابتن محمود خطيب ان هو يرجع ان شاء الله بالسلامه، ينور مصر كلها، معشوق الجماهير الاهلاويه، لعيب كوره قبل ما يكون رئيس النادي ان شاء الله، يقنع الجميع، والايام بتثبت دايما صحه كلامه. في الاخر ان شاء الله الاهلي دايما كبير وفوق الجميع. نورتونا وشرفتونا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 10، مع الف سلامه.